المحلل، برنامج أسبوعي كل يوم سبت صباحا كان يهتم فيه بالصحة النفسية للطفل والأسرة. رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس مامون مبارك الدريبي، مع المحلل ابتداء من 10 صباحا على ميد راديو الإذاعة القريبة. السلام عليكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مع المحلل. تحية طيبة لكل أصدقاء البرنامج، تحية لكل المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، تحية لكل اللي كيتسناونا بشوق في حلقة اليوم السبت من برنامجكم مع المحلل، باش يسمعوا ويتواصلوا مع الأستاذ مامون مبارك الدريبي. أستاذ صباح الخير. صباح النور سي جواد، مرحبا بك. تحية عطرة في الجو الجميل. تحية كذلك مجدولين معلم الإدريسي اللي كترافقنا في إخراج هذه الحلقة واللي دائما معنا في حلقة السبت. إذا اليوم أستاذ غادي نوقفوا على ونتسألوا شنو هي الأسباب اللي كتجعل الطفل في الشخصية ديالو من عامين أو ثلاث سنين ما كيسمعش وقاس حوار، أو العكس يعني يقدر يكون سهل وكيسمع. هنا غادي نتسألوا أستاذ أشنو كاين؟ أشنو اللي كيخلي الطفل ربما يكون في هاد الأمور هذه اللي نسميوها يعني نوع من الأمور اللي كتصاحبه في الشخصية ديالو من عامين ثلاث سنين وربما يكون عندها أثر على المدى المستقبل ديالو؟ في الحلقات السابقة من برنامج لقاء مع المحلل كنت طرقت لجميع النظريات اللي فيها ما هو وراثي، ما هو الطبع، ما هو مثلا نظريات عند بروفيسور برازولتو الأمريكي. عند واحد العديد من الخبراء. اليوم غندوزو الأشياء بسيطة في المعاملة وأشياء علمية من مفهوم المعرفي عميق، ندخل الأعماق البنية النفسية دي. الفكرية النفسية، حيث الفكر هو الأداة باش يمكن الإنسان يوصل الجسم دياله ويوصل الروح دياله ويوصل العقل دياله ويوصل الواقع دياله بالفكر. نعم. إذا مشينا حتى علاش الفكر الإسلامي كيعطي قيمة كبيرة للعلم، العلم فوقاش كينفع صاحبه؟ ماشي قبل حدوث الأشياء، بعد حدوث الأشياء. نعم. ما هو ما يمكنش كيف ما كان العالم ولا الخبير ولا العارف يتوقع أنه يتفادى وقوع شيء. ما تفادى. لأن البنية الفكرية والنفسية هي في رد الفعل بسرعة، فملي كدير هي ردة الفعل ديالها كتكون خاطئة ربما وكتكون مصيبة في بعض الأحيان. مول العلم كيرجع بحال واحد الكاميرا كتصور لك حادثة تسير. في الوقت اللي كتوقع الحادثة راه أخي يكون معلم كاع في سوق، ولكن كتبقى ليه بنو ولا كيلقى واحد البلاصة فيها الزيت ولا كيلقى شي حاجة خرجت ليه شي حاجة اللي ما كيتوقعهاش. ها هو راه كاع في سوق، فعنده كاميرا كتسجل. الوقت اللي كتوقع الحادثة كيرجع للكاميرا ديالو ويعاود يرجع ديك الفيديو يقول فين وقع الخطأ، شريط الأحداث شنو طرا. شي هذا مول العلم يقدر يرجع الفيلم يشوفه ويأنب نفسه ويصلح نفسه. اللي ما عندوش مشكل العلم ما غيستافدش من هذا الخطأ. طيب هذا المستوى الثاني ديال أعماق البنية الفكرية، نمشيو للمستوى الأول ديال المعلومات البسيطة نقدر نعطيها للوالدين. نعم. هو عديد من الأمهات أنه هذاك الوليد ديال عامين ولا ديال سنين تيبغيش يخليها تلبسه، باش يخليها تعقد لي السر. ولدي نيت انا عنده دابا ثلاث سنين عنيد في اللبس. تما باقي ما عارفش يعبر الرغبه ديالو مع القدره ديالو. نعم. هو الرغبه ديالو يكون بحالكم، الرغبه ديال وليدات الصغار يكونوا بحالنا، هذيك الرغبه. والقدره باقي ما عبرهاش، باقي ما عبرهاش. كيسحب هو الرغبه كتعطي قدره. شنو خصنا نديرو؟ خصنا نخليه يجرب. يلا هاكا بابا البس سروالك بوحدك، يلا هتعقد السير ديالك هانتا، وما نكونوش في الاستهزاء والسخريه. اغلب هاد الامهات ولا الوالدين صافي حصلتي. اذا هو في الرغبه واش حقيقه بالنسبه لي ولا ماشي حقيقه؟ هذيك راه حقيقته هو. هو علاش الفكر الاسلامي كيربي الحضار من ثلاثه البنيات، الهوى والنفس والشيطان. الهوى هي حقيقة الصبي. الصبي ما كيعيش بشي حاجة مثل العقل، كيعيش بالهوى بالرغبة، يرغب وخصو يكون راغب. لو ما كانش راغب ما غيكونش الذكاء العاطفي، خصو يكون راغب. إذا هي هذاك مجال حقيقته، راغب يشبه لباه، راغب يفيق بحال لباه ويلبس السروال بوحدو ويطلع صباطو والبنية كتشوف ما كتمشط راسها ما غاتمشط راسها. كتقول ما باغي نمشط راسي، ما تعرفش تمشط راسها، هاك حبيبي مشطي.
ولكن احنا معاك نكونوا في خدمه مزروبين وخصنا غير نخرجوا عاش عاد باش تعرف راسك حنا خصنا نديروا كل شيء غير مشطه. اذا هي حقيقتها الرغبه كتعرف هذيك الحقيقه، وانت هي حقيقتك استعمال الزمن وحقيقتك السرعه وحقيقتك حتى ان بعض النوبات ما كنشوفوش الحقيقه ديالو هو راه راغب. بحال ان واحد الشخص مشينا عنده للدار هو مريض بالفرحان ياكل معنا، مريض ما خصوش ياكل الفرحه كلا شتي الرغبه اش دارت فيه؟ في العشية غيصبح كوما، في العشية غيمشي للكلينيك. شتي الرغبه ما دائما لاش النبي كيوصينا الكيس من دان نفسه من باب الرغبه، راغب سيدي ربعة العيالات راغب راغب ثلاثة الزواج راغب، وشوف القدره ديالك ماشي ديك الساعه القدره، شوف الزمن كله اللي غتبقى غتبقى معاك. نعم ظهر ملي غدير واحد الفعل غيبقى معاك حياتك كلها. اذا شوف عبر القدره ديالك قد ما قدرتي تعبروا في الزمن، وانت ما عرفش عمرك شحال، ولكن يشوف القدره. اذا هو اولا ما خصناش نستهزاو من الهوى ديال يكون في بنيه الهوى، لان رغبه والرغبه حقيقه الاطفال. ثم خصنا ما عمرنا نحطوا حقيقه عليه ونقولوا يا ربي استعمل ما فيه العناد بحال باه ولا فيه العناد بحال جدو ما عاد ما نخرج هو لا هو راه ماشي فيه عناد. الا قلنا العناد غادي يفهمها منا حقيقه وغيجسدها، حيت راه العناد راه بالكبار كيلتقطوا الدراري الصغار كيلتقطوا هذه الاشارات كيلتقطوا. ثم النقطه الثالثه انه بعض الامهات كيكونوا في ارتباك مع واحد الطفل تيكون خفيف ذكي على بال كترتبك امه ما كتبقاش بحال اللي كيفه فيها. نعم فهو ملي كيشوف الارتباك كيرتبك تا هو. شتي بحال شي مريض داخل عند شي طبيب يدير ليه عمليه وشاف هذاك اللي غيدير ليه البنج كيترعد اوتوماتيكمون المريض غادي دابا المريض مسكين في فراش دخل واحد الفرمية قالت لي راه غيجي دابا سيدي الطبيب ديال البنج يدير لك البنج وجا الطبيب ديال العمليه سيدي مرحبا ان شاء الله كل شيء بخير البلوك موجود هو سيدي غادي يجي دابا الطبيب ديال البنج غيدير لك البنج تلفت بان ليه الطبيب ديال البنج كيشد البنج كيترعد وكيحطها ويهزها واحد يحطها ويهزها واحد يمشي واحد يجي وكاعد الفرمية تقول لها اش غيطرى في المريض ديك الساعه اما لا شاف الطبيب زاكي ثابت شاد هذيك الطبله ديال هذا السلام عليكم صباح الخير غادي ندير لك الشوكه ان شاء الله كذا كيطمئنك شتي ارتباك اللي عند هذاك عند هذاك ركبتي في واحد الكار في واحد الطوبيس دخلتي قلتي الشيف السلام عليكم خنزر فيك قلتي لي نعم سي نبرك البدا ولا نبرك فين ما بغيتي كترتبك ما طمأنش في السفر معاه تلقى حاضر معاه تلقى غادي حاضر معاه شتي الارتباك كنلتقطوا عندنا واحد الحس عندنا واحد الحس والدماغ ديالنا عنده بنيه كاين لي زاميدال واحد دوز اورغان في قاع المخ نعم غير نرتبكو تبدا تقرقبو كيدخل الانسان في الخوف إيه نرتبك ولا كونفيزيون ارتباك واحد نهار درني حلقه الاسبوع الماضي الارتباك شي حاجه خطيره ما خصش الانسان يرتبك الارتباك كيحرك الادرينالين يعني لا باقي ما وصلناش الخوف الخوف دابا غير القلق يعني تيكون مافيا فالطفل الصغير ملي كيكون عنده واحد الحس خفيف ذكي وعنده شي حركات هكا الام ديالو كتبقى تمشي بعيد هذا كيفاش غيقرا وكيفاش غيكبر وكيفاش غيجيب هذا ولا بنتها وكتولي تتحضي معاه تولي تهضر معاه شي هضره اكبر منه وهو عنده عامين ثلاث سنين وهي مرتبكه هو ملي كيشوف هذيك التعامل ديالها في ارتباك كيشربوا منها تيرتبك تيولي فيبر لهذا كان بعض الناس اللي يبرك حدا ولده كيتبت تقمت الاب ولا الجد ولا العم ولا الخاله ولا الجده ما عندهاش هذاك الارتباك كتشوف ولاد هذيك المراه ولا ولاد ذاك الراجل حدا جداهم ولا جدهم ولا عمهم ولا ثابتين لان ما ارتبكش تيقول سبحان الله حدا باه تيزقى حدا جدو تيزقى لان باه ما ارتبكش لان جداه ما ارتبكش بالك جميل وهنا ندخلوا دابا ندخلوا للبنيه نغطسوا اعماق البنيه ان هذا الشيء مؤسس هو صنعة الافعال عند الرجل والمراه سواء يكون قاري ولا ما قاريش سواء يكون فقير ولا غني صنعة الفعل باش غيصنع الفعل مؤسس لها الثقافه اللي جاب من عائلته مؤسس لها القرايه ديالو وتجربته مؤسس لها الجسم ديالو والمعنى الجسم ديالو وهنا ها هو العلم الاول هو اش كيعني لك جسمك اشنو كيعني رجل عنده قلم وشنو كتعني امراه عندها رحم
اش كتعني؟ اش كتعني هن لباس لكم وانتم لباس لهن؟ فلتقط هذا المعنى بواحد الدقه هو بروفيسور جاك لاكون في لو سيمينير لون دو بير ديال 20 نوفمبر 1963 تيقول quand nous nous objectons pas les moments de paix, de fusion, de couple, où chacun même peut se dire que l'autre est bien content. Nous, analystes, allons-y regarder de plus près pour voir qu'il y a dans ces moments d'alibi fondamental, un alibi phallique. La femme se sublime en quelque sorte dans sa fonction de gaine. Elle résout quelque chose qui va plus loin et reste infiniment au dehors. هنا اللي نقدر ننتقد في هذا العمل ديال هذا البروفيسور هو انه حمل تقول غير المراه بوحدها في هذه النظريه اللي غنوضح دابا. الفكر الاسلامي محمل عليهم جوج. ولكن يلقاها واحد العبقري يلقاها. باش نشرح للمستمعين على غير نشرح للمستمعين بشكل بسيط بشكل بسيط. هو الزواج في معتقد الرجل والمراه مبني على المتعه. لان فيه الجماع والنكاح. فما دامت المتعه متحقق عندهم واحد الوظيفه الاولى ديال الغشاء ديال التغطيه بحال 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 واحد النبته كتعمر واحد الحيط. فهي حيت عندها الرحيم غشاء والغشاء غير توضع فيه الابناء وكتغشيهم هي بالرحيم ديالها وكتغشيهم بلحمها وكتغشيهم حنانها وعطفها وكتغشيهم حمايتها. الوقيته اللي كتعيش قبل ما تحمل لان راه كتعاب هذه العمليه ملي كتكون صغيره وكيوعيوها والديها كيوعيها المجتمع بان هي عندها رحم غير توضع فيه واحد اللقاح ديال الرجل وغتحمل. ما كاينش شي بنت ما كتسولش امها ملي كيداوها يجيوها دم الحيض وكتمشي لماما شنو هو الدم وكتقول لها امها راه بنتي دابا انت امراه شنو كتعني امراه ان راه عندك في الرحم ديالك شنو هو الرحيم وكتدخل استيعاب المعرفه. الشيء هذا هو المعلومه بالجسم. الجسم عنده معلومه. اذا هاد الغشاوه هاد لاكين هاد الغشاوه هادي كتعطي واحد الوظيفه بانها هي مولات المملكه. راه كنقولها في الجاليه هذيك ونوضحها اليوم علاش كنقولها. هذيك راه غير كنسميوها حنا لو لونغاج سوبفيرسيف ما يسحبناش الانسان كنقولوا حقائق. حنا راه كنعتوا الحقائق. راه فرق نعت الحقيقه ونقول حقيقه. انا راه كنعت الحقيقه. حقيقه الانسان هو اللي خصو يتكلم عليها ما نقولهاش ليه. انا غير غنعتها ليه نوري الوجه فين كاينه هي. في الغشاء كتحمل هي المسؤوليه ديال الانجاب ديال الرضاعه قبل انجاب الحمل انجاب الرضاعه الخروق. الراجل كيتوخر له في كل هاد المراحل كيتوخر له شويه كتدخل الكوزينه حيت طبيعه الحال ولدها كيخصها جوج جنيه حليب. وهنا كنلقاو ثلاثه انواع الناس. كاين اللي كتولى هي كلشي بما فيه امور الرجل. كاين اللي كيتشاركوا في كلشي بحال اللي زعما راهم متفقين ورا واحد فين كيسير الاخر. وكاين اللي تتلعب واحد الدور وتتنتبه ليه وتتسأله وتتقبل النقد ديالو. وكاين اللي كيلعب واحد الدور وكيسألها وكيتقبل النقد ديالها. ده هو الثالث. إذا هاد الوليد هذا اللي بارك قدامنا صغير وكيشوف بأن ما عمره موس ولا تباه الطريقة اللي كتنظم بها الكوزينة كيفهموا فيها الرجال لأنه عمره مسؤوليته لأن مسائل ديال النساء ولأن خلق لها التقليقة وما قداش عليها بوحدها وما عرفاش ليها ولأن ما غتسولوش حيت ماشي مسائل الرجال. لو جعلنا النظم ديال المطبخ نظم ديال الكونسلتينغ في المقاولة غيفهم الرجل ما غيفهمش غيفهم ما عمر ما غتسولو لأنها مجال مملكتها. حتي ملي قلتها في الجينيريك شي مرة غتقول للراجل راه قال دربي مملكتي غيقول لها الراجل اليوم راه غينعت لك واحد الحقيقة راه ما قالش لك حقيقة. إذا
من اللي جعلتها مجالها هذاك المطبخ، ماشي المطبخ يعني تحط الكاسرونه فوق 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 العافيه ودير العطريه، ماشي كنقصد هذا، كنقصد فين كيتحطوا الفرشيطات وفين كيتحطوا الماس وفين كيتحطوا الطباصل وعلاش تحطوا في هذه البلاصه. الجماليه ديال النظم قبل الجماليه سي سي لا فونكسيوناليتي. لاحظتي دابا حنا الميكرو قدام فمنا، ماشي جاي من السطح وهابط، طالع من الطبله وجاي، كون كان من السطح هابط ما كناش غنعرفوا لاكس ديالو، اما ملي قدامنا كنعرفوا لاكس ديالو. كاين واحد دي سيستيم دورغانيزاسيون اللي غنوضح بشويه بشويه. نعم الا سمحت نحتاج دابا التوضيح لواحد الفاصل قصير ونرجع لكم مستمعينا الكرام. ورجعنا لكم مستمعينا، دائما انتم في الاستماع البرنامج مع المحلل. استاذ قبل الفاصل توقفنا على كلمه مملكه وكلها، انت كيف قلتي انا ما يمكنش لك تشرح شنو المملكه، ولكن كتنعت واحد الحقيقه ما كنقولش هي حقيقه. بقينا في الكوزينه دابا الوقيته اللي المبنيه الامر على المتعه على جويسونس مبني، هذه حقيقته. نعم وهذه راه كارثه الا بقى الانسان وضع فاش تاعي عاوتاني كنعت حقيقه. راه الراجل مزوج باش يتمتع وهي مزوجه باش تتمتع، شتي تحطات لا فونكسيون ديال الكوبل على لا جويسونس ايسون دون جو ستركتور فانتاسماتيك، لان لا جويسونس هنا نو فا جامي 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 كومبلي لو مونك. ماشي بحال الماء تيطفي العطش، ماشي بحال الخبز كيطفي الجوع، ماشي بحال النعاس كيطفي التعب. ما عمر النكاح ولا المتعه ديال الراجل في المراه والمراه في الراجل ما غطفي الاحساس بنقصان شي حاجه. ماشي هذيك يل مو مون كاك شوز، ناقصاني شي حاجه، حلمه نزيدو حلمه وحلمه ما عمر النكاح ما غيعمرها لكم. اذا غير سيروا قضيوا حاجه فيها وعرفوا حقيقتها ناقصه، ان غتبقى هي حاسه بنقص شي حاجه، هو غيبقى حاس بنقص شي حاجه، شتي هذا ناقص؟ هذا ناقص ناقص هي بلاصه المعرفه، هي لوبجي ادالما، هي اللي غيمشي يدرسها سقراط وافلاطون وارسطوط وابن رشد والفارابي والرازي، غتبقى القرون حتى غيجي جاك لاكون غيسميها لوبجي تيتا. وباقي الان كيحترموها وكيعرفوها لان كاين واحد ليليمون ما مسمعناش السميه ديالو وحاسين بلاصتو خاويه، هذيك بلاصه العين. مزيان اذا ملي كنكونوا في البيت وبحكم انت عندك قلم وانت عندك فرج والفرج كيدخل للرحم، انت قلمك معتقدها هي مديور باش يعطيني النشوه والمتعه، اذا الوقيته اللي كيدخل هو وتيمتعها وتينكحها وتيوقف هذاك البعل القوي الشام هذاك البعل القوي بحقه تيخرج بحقه كيبسط، ديك الساعه غتعطيه الحق في لاكوفروند في الغشاوة انه يمكن يكون لباسها ماشي اللباس النكاح اللي عاش في الفراش، انه يقول لها في النظم ديال المطبخ وغتقبلهم، يقول لها في العلاقة مع الولد غتقبلهم، ويقول لها في العلاقة مع 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 العائلة وغتقبلهم، علاش؟ لأنه إلا كومبلي، وهذيك راه سيت اون إلوزيون، حيت هنا سيت اون فيولونس، هذا عنف رمزي. يعني ما تقبلات وظيفتك أيها الرجل في أنك تتكلم او لا تنتقد او لا تسالك والدري الصغير شنو جالس كيشوف، كيشوف بانه هو في عمل ثلاث سنين ما عمر مو مسؤوله باه، ما عمرها قالت ليه عافاك راجلي عزيز كيفاش كدير تقضى في نص ساعه وكتجي تقضي كلها مقاده وانا ما كنقدرش نتقضى حتى كندير ساعه ونص، ما عمر شاف الدري مسؤولات. شنو هو السؤال؟ السؤال هو ان مونك، تعبير على ان مونك، انني ناقصني معلم ناقصني علم، ما عمرو شاف متقبلات النقد ديال باه ديما تتغوت وتتبكي حتى تينتقدوا ويتخاصموا ويتسابوا ويتصالحوا عاد تقبل النقد، علاش ملي قال لك كذا ما ابتسمتيش وقلت لي شكرا؟ اذا هنا الدري اش كيتعلم؟ كيتعلم بان هاد الطريقه ديال ما كتسولوش بعضياتكم وما كتقبلوش النقد بعضياتكم هي الحقيقه، واش كيدير لكم؟ كيجسدها، وهي فين كاينه الحقيقه؟ ماشي في ان الرجل عنده القلم هو صاحب الدور باش يغلغل المراه في النكاح، هي ماشي صاحبه الفرج والغشاوه باش تغطي على كل شيء، بحال منطق كتكلف بولادها وتكلف بنفسها وكتكلف براجلها، شكون اللي قالك تكلف براجلك؟ شكون اللي قالك تكلف براجلك؟ ما معنى انا مربن انك تكلف براجلك؟ اش كتعني؟ كتعني انه حتى هو تحت الغطاء ديالها؟ كتعني انه في نفس البلاصه بحال ولده وبنته معها هذه تكلف براجل؟ او لا كتعني كنلعب واحد الدور في غيابه هو ها هو تدير بيضحى لكم
فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. بغيت تشوفوها مضحى أدق، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ها هي التقية. فالصالحات قانتات حافظة للغيب بما حفظ الله. جميع التفاسير كتفسر حافظة للغيب على أنها ما كتزنيش عليه وما كتصون. ليس فقط المعنى هو هذا، حافظة للغيب بأن المعاني التي تدركها ولا تدركها ما كتجرأش على قول أنها تعرفها. ما معنى حافظة الغيب؟ لأن النفس من علم الغيب، وبأن حركات النفس من علم الغيب. فإذا كانت صالحة وكان صالح، اللي يحس بالاضطراب، اللي كيحس براسه مزير، ما تيقدرش يسولها، ما كيقبلش الانتقاد ديالها، كيحفظها في الغيب في نفسه، تيقول لا راها صالحة، راهي لا ما قدرتش نسولها وما قدرتش نتقبل النقد ديالها من نفسي. ها هو تيحفظها في الغيب في نفسه. وهي كذلك مع ولادها ما قدرتش تجعلهم يسمعوا لها، مع قريت ولادها ما قدرتش تقريهم، مع ما قدرت لا تكمل السياق ولا تطيب ولا تجمع الشقه ديما كتشكي. ما كتقولش هنا راجل عنده سبب في هادشي، كتحافظوا في الغيب لان النفس غيب. فكتقول الا ما استطعتش مع الولاد ومع التمرض ديالهم ومع الترونسبور ديالهم ومع ما عنديش قدره على النظم المتعدده المتشعبه التي كتعطي مردودية في مدة زمنية دقيقة. فهذه المعلومة ديال ما عنديش النظم الفكرية باش نكون معها ستون كاباسيتي انتلكتوال، خصها تقول علاش عندي صعوبة في طرح السؤال. شتي الا مشاو حتى لعبوا باحترام، يا سيدي راه ما عنديش صعوبة ما عنديش قدرة فكرية باش نكون مع هذا الشيء، علاش كتلوم ليا راجلي؟ كتلوم عليا فواحد الحاجة اللي الله كنتعلمها. الله يخليك أول الناس، يلا انا كنتعلم النظم باش نورغانيزي الطبخ، والنظم باش نقري الدراري، والنظم كذا بشوي بشوي عليا. تخيل دري كيسمع لهذا الخطاب، شنو كيشرب؟ كيشرب السلاسه، ها هما كيلعبوا السلاسه. اش كتقول هي؟ واشنو زعما؟ ياك انا بقى بلا طياب بقى بلا دراري بقى بلا، وانت غاطلق رجلك شاد الكره وشاد كذا، اش غيعطي؟ هي راه في الحقيقه طالق رجله، في الحقيقه راه كيتفرج التلفزه، وليست فقط الحقيقه انه طالق رجله ولا كيتفرج التلفزه، لربما انها النظم فكرية يعني كاباسيتي انتلكتويال، النظم الفكرية ما محبوكاش عندك لالا. وهو كونسلتون، تخيل دابا واحد كيمشي لشركة كونسلتون كيحرك النظم ديال الشركات، شركة فيها 2000 واحد كيحرك لها النظم كلها كيقادها، وفي الدار كتقول له ما كتعرفش. علاش؟ لأنه مجال المرأة. فاش مجال المرأة في الدور؟ نعم في الفكر. لا، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء وبعض، ها هما في الامور الفكريه تم. لا لا، ورانا شتك الصباح كتبداي كذا وكذا، شتي صدقتي هذه على هذه ربما تعطي. شكون المراه اللي غتعطي الاولويه لراجلها وخاصه ما كيلكحهاش مزيان؟ شكون المراه اللي تعطي الاولويه هذه الفكره لراجلها وما تيدخلش فلوس مزيان وما زويش بزاف؟ اذا خصنا تيكون زوين وينكح مزيان ويدخلك المتعه، عاد يمكن لك تعطيه الغشاوه. وهو لما نعطى الدور للغشاوه في القران، فلما تغشاها، شكون هو؟ المراه تغشت ولا الرجل تغشى؟ فلما تغشاها، شكون تغشى؟ شكون الاول؟ الرجل. شوف هن لباس لكم، اعطى الاولويه للنساء في اللباس، ولكن في الغشاوه اللي عندها في جسمها اللي غيعطيها الرحيم ديالها اعطاها لها القران، اعطاها للرجل. علاش غير باش نعرفوا اسباب الاشياء، حنا كندويو عليها اسباب التعنت ديال الطفل، ونعرفوا اصل الاشياء، ها اصلها، ونحاول نعرفوا حقيقه الاشياء. مرحبا، شكرا استاذ. اذا مستمعينا الكرام، نمشيو مباشره نستقبلوا اولى المكالمات معنا في حلقه اليوم. معنا اسماء من مدينه فاس. السلام عليكم اسماء. وعليكم السلام ورحمه الله. سيدي كي داير لاباس؟ لاباس عليك. واش مزيان؟ الحمد لله. السمام نهار كبير. الله يكبر بك الاسلام. نهار سمين ويلي دابا غير يجوع فينا من دابا. انا بزاف استاذ حيت غنهضر معاك. مرحبا بك الاسلام. شحال هادي وانا كنتمنى نهضر معاك استاذ. مرحبا بك، تفضل. كان بزاف. الله يخليك استاذ. انا كنخدم مساعده عند شي ناس، وهاد الناس عندهم جوج الوليدات، وليد عامين وبنت 5 سنين وسميتو، بغيت يكونوا معايا في الدار. ذات المرة المنسى كتقرا وزيد عنه غير العشية، ملي تيكونوا معايا في الدار وهذا تيكونوا ساكتين ساقلين هذا، إيه تيشوفوا والديهم تيبقاو يبكيو
وبعض المرات الوليد ولا البنات بجوجهم الا ما عطيتهمش الحاجه تيجلسوا يبكيو والوليد كاع خلاص تيبكيو. الجمله الثانيه قلتي ما عطيتهمش الحاجه يعني دابا تتكلمي تيكونوا معك بوحدهم ولا حتى مع امهم وباهم؟ لا حتى مع امهم وباهم نيتي الحاجه اللي ما بغاوهاش حتى الحاجه اللي بغاوها وما عطيناها لهمش حتى مع باهم وامهم الا ما عطيناها لهمش تيبكيو. وسميتو والسؤال الثاني انا استاذ دابا كندير محو الاميه كندير العربيه والفرنسيه الحمد لله. وسميتو دابا مشكله انا شنو عندي القرايه الحمد لله كنعرف نقراها ولكن باش تقول لي شي جمله وندير الاملاء ما كنعرفش نكتب. لا 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 سميتو استاذ في متابعه الاسئله التلفونيه دابا استاذ سميتو عندي واحد السخونيه باغا باغا نتعلم السخونيه جميله 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 سميها حراره سميها حراره حراره عندي واحد الحراره حتى شوق 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 حتى ملي كنمشي استاذ نقرا كندير محمد الامنيه الاستاذه بعض المرات ملي كتعطينا واحد الكلمه نكتبوها وكتبقى غاديه بشويه كنبغي كنزرب راني كنكتبها وكن هذا ولكن كنقول واش غير فرنسي كنقول واش غنبقاو غاديين بحال هكا يتسقوا ليا كنشوفها راه مزيانه لينا راه هذا زعما كنقول راه مزيانه نمشيو تسقوا ليا وفي نفس الوقت نفهموا غير شحال شحال في عمرك يا اسماء؟ 28 عام استاذ. ستي هنا عفا بنتي نصحك خاصك دير جوج العمليات ديال التكوين. حاول تاخذ واحد الدروس في الاعلاميات. تعلم تكتب في الكلافي وتعلم تسيدي في دي موتور دو ريشيرش فهمتي؟ باش ملي تسالي القرايه البسيطه ديال المحو الاميه اللي تعلمك الابجديات وتعلمك الجمال تلقى راسك ملي كتمشي لواحد السباق تطلع فيديو اللي فيه القرايه وتفرج فيه طلع تعرف تكتب واحد لو ريشيرش تعرف دير الجوجل تقول ليه مثلا طلع لي كذا وكذا راح تقول للموتور دير كذا وكذا ثم بالنسبه للكتابه هو غيساعدك هو الكمبيوتر غيساعدك انه ملي كتكون كتكتب كتعلم الاملاء نعم حيت كتشوف الحروف قدام. اما فيما يخص الوليدات الله يرضي عليك بنتي اسماء ما تحاولش حيت عندك هذيك الحراره اللي دويتي عليها وغتلعب لك غتلعب عليك ديك الحراره غتمشي تنشبك فاش غتنشبك ان بحكم مهم باهم ما كاينينش وعاطينك الدراري كاين الرعايه وكاين العنايه انت مكلفه بالرعايه والعنايه اما التربيه ديالهم لا انت مكلفاش التربيه ديالهم انت مكلفه برعايتهم وعنايتهم هي نغسل يدي ملي نوجد لهم الماكله نغسل الماء يعني يكون نقي الدراري ما ياكلوش حاجه مسخه ما ياكلوش شي حاجه ملوته ما ياكلوش شي حاجه معفنه نحميهم ما يضربوا ما يجرحوش راسهم ولا يطيحوا بشي حاجه ندير لهم واحد اللعبه نلعب معاهم الرعايه والعنايه ما نحطش في مخي ولو فكره قدك انك غنربي انك ربي ابدا علاش لان عندها ديك الحراره راه ذكيه والذكي كيبغي ينجح في العمليه اللي كتعطيه واحد الراعي عطيتيه الغنم يسرحهم ما مسؤولش على ان النعاج تحمل ولا ما تحملش ما مسؤولش على الحليب اللي غادي تجيب في الدرع ديالها ما غاتجيبش هو حاضر القطاع هو تيرعى ويعتني نعم ما يدهسهمش كاميو ما يطيحوش ليه في شبير ما يتلفوش ليه هذا هو الراعي ولكن استاذ كاين الفتره الطويله هي اللي كيقضيوها بعض الاطفال مع كيف ما هي مع المساعدات باش ما نقولوش خدمات البيوت مع المساعدات يعني كتلقى الطفل مثلا من 8 الصباح ملي كيخرجوا الابوين ديالو للعمل هو مع هذه المساعده حتى ل 8 الليل بعض المرات يعني اكثر من 14 ساعه هو معها وبالتالي كيقضي ساعتين فقط من 8 حتى 9 مع ولا 10 مع الابوين ديالو واش هذه الفتره هذه واش غادي يربيو فيها الاباء وبالتالي واش الخادمه ولا المساعده هي اللي غتربي في 14 ساعه لا
اولا هذه مسؤوليه العائله والمجتمع. ما غنوش نحملها انا السيده اللي كتساعد في البيت وما عندهاش الامكانيات. عندك وتلعبوا بالعافيه. انا كنجي مع دوك البنيات اللي مساكن نيه، ما تصيدوش ابنيتي في نيتكم. هذا مسؤوليه العائله والمجتمع. انا مؤخرا تلاقيت واحد المسؤول من وزاره الشؤون الاجتماعيه والتضامن، وكنت في الاكاديميه الملكيه للدرك وكان هو حاضر، وطرحت عليه السؤال بعد ما اعلن على انه الوزاره ديالهم كتوجد واحد القانون لتاطير عمل الخادمه. نعم. فدخلت قلت ليه واش المغرب والمسؤولين ديال المغرب حاليا مازال ما بغوش يتجاوزوا غير صياغه القانون فقط؟ هذا هو جهدكم. لان ملي كتصيغ القانون معناتها راه غدخل الناس الحبس. حيت شنو هو القانون؟ يا اما غتكون طابقه ليه يا اما ملزم. يا اما كتحترمو يا اما كتخترقو. ولا اخترقتي شيطرة كتمشي للمحكمه عقوبه. اذا قلت لهم هذا هو جهدكم في العالم العربي، ها هو عاوتاني عنف ثقافي. خصنا قانون تكوين. دابا هاد البنيه اسماء كو كان دابا حاليا في وزاره التكوين المهني واحد الشعبه سميتها كيف تكوني مربيه في 9 اشهر، كيف تكوني مربيه بلوس في سنه ونصف، كيف تكوني مربيه 3 إطوال في 2 سنين. هادو كندوي انا على دي فورماسيون. والعائله المغربيه تهز هذوك النيات اللي عندهم وهذوك النساء اللي عندهم يديهم لهاد المعاهد الفورماسيون. ملي جا عندنا لافيونور بومباردي عرفتي تكوين مهني برا في ليله ونهار، دار مودول في ليله ونهار، تاسس معهد. ملي جاو عندنا لي سوندر دابيل فرن دار روفشورينغ معهد. شحال من سنه والمغربيه والمغربي كيعاني مع الخادمات ما كاينينش، وتتعاني الاسره حاصله بوحدها كتمشي غير العربيه تجيب البنات. بالك في الرم دار شي معهد، بالك في الرم دار شي تكوين. علاش؟ لان المغربي والمغربيه اخر ما يتسوق ليه المسؤول، كيتسوق البومباردي اللي جايب ليه الدوفيز، كيتسوق الكول سنتر اللي جايب الدوفيز، وباش غدا يحطها في السي في ديالو الانتخابات ويقول درت الغلم درت الغلم. اما المجتمع بالعاني كنقول لهم هاد المسؤولين كديروها بالعاني، لان تما في كتمشيو الماء العاكر باش تربحوا الانتخابات. اما الا مشينا تقضينا على الهشاشه وقضينا على الاضطرابات، نهار اللي غتبغي ترشح غادي يبركوا معاك الناس القرايه يقول لك اجي نذكروا معاك. اما غدا انا قلت لهم انا عندي 100 مليار وعندي 1000 مليار غادي نستثمرها في القطاع ديال الماء، انا درت وانا درت، ولكن ما قلتيش لي شحال من شعبه اثرتي في التكوين، وشحال من ولد مغربي حدو كيقولوا لنا خدموا 20000 وحنا عندنا 250000. ملي كتقول 20 من 250 فلحتي ولا فشلتي؟ فشلتي. ولكن حيت انت كتقول لنا 100 مليار وخدمتي 20000 هذه كتسمى لا مانيبيلاسيون لا ديزانفورماسيون. اذا بالك علاش قلت لها ما تدخلش في التربيه؟ لان يقول الامام البخاري وجوب العلم قبل العمل. حنا راه كنفكروا كنفهموا كنفهموا احسن من الفهميه، غير حنايا فقراء داخلين سوق راسنا، ولكن في الفهم نقشر اينشتاين مخه وندخل معاه اللب ديال مخه ونقول له مسيو اينشتاين راه كنفهم في هذه وكنفهم في هذه وكنفهم في هذه، واينشتاين غيحترمني ولنهايه المسؤوليه هذو ما غيحترم حتى واحد عند باله هو اللي كيفهم. اذا هنا كنقول لها بنيتي ما تدخليش للتربيه. هذيك العائله وهذيك العائله من اللي غيسمعوني اليوم وكيسمعونا غدا وكيسمعونا بعد غدا، من اللي غيجي المرشح يترشح غادي يقولوا ليه ملي صغتوا لينا القانون ديال الرعايه الخادمات فين هو التكوين؟ خصو يقولها الوزير التعليم العالي فين هو التكوين؟ علاش ما درتيش التكوين ساعه الوزير؟ جاوبني. ياك عندنا اللوكال، ياك عندنا الاساتذه، علاش ما درتيش التكوين الله يخليك الوزير تضامن؟ علاش؟ اذا ملي حنايا دابا ها هي حكومه كملت 5 سنين سمعتوا شي تكوين دار؟ مالكم شي تكوين دار؟ انا ما شغليش الحكومات كامل كنتقدهم، انا ما عنديش الوان ولا صنف، انا لا انتمي لاي صنف وما كنسان حتى شي صنف. انا مغربي. دعوه عامه وصافي. دعوه عامه. اذا هنا خصنا نكونوا على بال الخادمه اللي حملناها مسائل تربيه فين غتولي غدا؟ غتولي خصها تراجع مع الدري ما عرفاش تراجع، هذه مسكينه غتراجع مع الفرونسي هذه. تصلي راجع يجي معها فرونسي تبقى حلا فما. يجي له عليها اكزرسيس تبقى حلا فما. لا وليدي انا ما نعرفش، انا نعاون نسخن لك الحليب. ماشي المجال ديالي. ماشي المجال، انا الرعايه والعنايه، اما التربيه وليدي ماشي المجال ديالي. واضح. اذا نمشيو للمكالمه الثانيه، معنا هذه المره من مدينه الرباط لاله عائشه. السلام عليكم عائشه.
عليكم السلام. لاباس عليك واش مزيان؟ مرحبا عائشة. الله يكثر خيرك. الا سمحتي نقصي شي شويه الراديو اسمعي لينا غير من التليفون. طيب تفضلي استاذ معك. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام لعائشة. عليك. مرحبا لاباس. صبري شويه وصبروا معايا في معاني مع مريض كيطلع عليا. ماشي عليك مرحبا. بغيت نهضر لك على مشكل ديال بناتي الصغار. شحال في عمرهم؟ وحده طلعت 12 سنه بشي شهور هكاك وحده عندها 10 سنين. تفضل. وبغيت المهم شافوا واحد المشكل وشي كيقول لي يدي من الطريف شي كيقول لي هذاك الشيء غينساوه وبغيتك تساعدني في هذا. شنو شافوا؟ كان با مداهم الا سميتو البارج هو وخوهم. ايوا وديك الساعات يعني ما كملوش حتى نص ساعه ما بين مشاو ورجعوا شافو خوهم كيغرق وداك الشيء فهمتي. خوهم مات؟ خوهم يعني كانوا كيشوفو خوهم كيغرق. لا واش تعتق ولا مات؟ الا ما تعتقش شافو يعني وكان باين ينقدو ما تنقدش صافي. الله يرحم مسكين. شحال تلف عمرو لنا؟ 20 سنة. 20 سنة. ايوا صافي وبقاو من ديك الساعة. امتى هاد الشيء وقع؟ لا امتى هاد الشيء وقع؟ تكون 6 شهور هكاك. يلا في هاد الصيف اللي فاتني. لا ديهم لنا ديهم. ودابا المشكل ما عرفتش يعني فين نديهم. انا دابا مريضة شوية يعني راسي كيحرقني بزاف والمعدة عندي مريضة. غتمشي غير يعني غير السبيطار تما غتمشي لبنو سينيك في الرباط. في الرباط. دابا حنا عندنا لا ميتيال وداكشي عندنا ميتيال. غتمشي لبنو سينا تشوف الطب النفسي بيدو بسيكياتري. غتشوف الطب النفسي بيدو بسيكياتري خصو مي بريزون شارج. يعني كنت لاحظتي شي واحد تعطيني تمشيني شي حيت ما بقايطوش. لا غير لا غتمشي لبنو سينا غتسول على الطب النفسي غتاخد موعد. راه كاين تما 6 و4 الاطباء كيديروا روتاسيون. نعم شتي عارف اختي وراهم في المستوى. الله يجزيهم بخير راهم في المستوى. ديو بنيتك نعم. واخا يعطيك الصحه. بغيت نسولك عاود ثاني حيت كيدير مع باهم واحد سميتو. دابا ملي كيطلبوا لي فلوس ولا شي حاجه كيبقى يوريهم الورق ديال الطا وهذه. ودابا انا بسبب داك الشيء ما بقيتش كنهضر معاه من ديك الساعات يعني عارف راسي ملي كيخطر شي حاجه كنبقى نغوص يعني. واش عنده ولا ما عندوش؟ اش يعني عنده واخا المرضى شويه قالوا كان عنده مناش يدبر. ها هو ما فيه ما يدبر. دابا عنده 3 الكراجات جالسين ما كاريهم ما والو. اللي جا كيقول له ما نكرش خايف كالك الكراج تيمشيو ليه. وحنا دابا يعني الدراري محتاجين يقراو. عندي دابا بعض البنات محتاجين يقراو ومحتاجين يتعالجوا وهو ما كيبغيش يكري الكراجات. يعني كيفضل يخلي الكراجات ياسين تما الفيران وما يكريهمش. على المشكل بحال دابا هو غير تيخاف خصو غير اللي يعاون. بعض شكون اللي غنجيبو اللي غيعاونو بحال كيخاف. فهمتي ما عندنا شي دبر. ولكن باش يعني نقولوا هذا كيبقى يتشكى من الفلوس فهمتي. ايوا دابا نقول لي بغير المافيا الله وتشري بشي حاجه يقول لك راه با ما عندوش الصفر كيخلص الضو. يعني وما باقي صغار شي ما كيقول لي خصني نمشي ندي من شي جمعيه يقراو فيها احسن. يعني واخا انا نبيع واحد القطعه من الارض عندي في البيت جيب لي غير مليون فعالين ونبقاو تما يقراو ما يكونوش معاه. يعني غيخسر لهم ديك التربيه ديالهم حتى ليا الكبار هكاك. دابا هما فين المعكازين دابا ما قادين الله يقراو ولا يديروا حتى شي حاجه بسبب هكا اللي كيدير دابا. واخا اختي نعطيك رايي في هذا الجزء الثاني دابا شويه. مرحبا. نعم عائشه شكرا لك. نبقاو في مدينه الرباط دائما. نمشيو معنا امينه. السلام عليكم لاله امينه. وعليكم السلام ورحمه الله. لاباس عليك لاله؟ لاباس الحمد لله. بارك الله فيك. تفضلي استاذ كيسمعك عندك شي تساؤل. ميرسي بوكو. صباح الخير كيدري. صباح النور لاله امينه. كيدايره لاباس؟ لاباس اختي بارك الله فيك. مرحبا بك. ربي يخليك. تفضلي اختي. انا امينه دابا في الرباط يعني كنقرا في طنجة في لانسيتي طنجي. عندي 18 عام باقا هاد العام يلاه بخوميييغ اني. تبارك الله. انت سي دريبي كنعتبروك يعني الكلمه الاعلى. بارك الله فيك. الاب الروحي ديالي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. يعني كنتصرف غير انني كنبني نفس البلاد اللي انت كتنساني. بارك الله فيك. بارك الله فيك. يعني فريمون يعني معلمه تاريخيه وخلاص. رحمك الله ورسول الله. كانت واحد السيده هضرت معها قالت لك اكاديميه انت راه يعني اكثر من اكاديميه. بارك الله فيك. بزاف بزاف. بارك الله فيك بنتي امينه. بارك الله فيك. شكرا حبيبي. بارك الله فيك. انا عندي واحد الطلب. تفضل ان شاء الله. سؤال وكنتمنى ما تخيبنيش ان شاء الله. ان شاء الله الا قدرت.
عارفة اللي كاين وعارفك مشغول بزاف وعارفك عندك يعني الناس اللي قلت لهم راه انا باغا سيدي قالوا لي ماشي يا حمقى الا بغيتي تدري خاصك انا زين مود 2020 ماشي انا زين مود كاين مود ماي ولاني انا خديت التحدي وبحال قلت لك انا اعتبرك الاب الروحي ديالي فما كنظنش باللي غادي تقدر تخدم بنتك قدام المستمعين كاملين. شوف امينه الله يهديك. شوف الله يهديك. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. شوف انا عندي شويه صحاكه تخوني هز معايا واحد شويه هذا المرض ما تنبغيش انا نتكا وما كنحبش نتكا فواحد الوقيته كيشعلوا عندي واحد البولات كيخصني نغبر كاين يشعلوا عندي واحد البولات ليمونيين ما كنخليش نوصلوا للحمرين غير ليمونيين ما كانتش عندي بوله خضراء راه كنخرج ونتحرك ونمشي عند الناس وندير لقاءات تيشعلوا ليمونيين كنحبس الا مشاو تشعلوا عندي الحمرين كنطيح فخصني نقاد الصحيحه ديالي عندي مسؤوليات عندي وليدات عندي خدمه عندي ناس موظفين عندي التزامات مع هذا فلهذا ملي كيجيني شتي مثلا نعطيك مثال الا مشيت سافرت واحد المدينه درت فيها واحد الندوه غتبقى فيها السخانه 10 ايام تخيل الحمى علاش لان التركيز ديال ساعتين والطريق والرجوع التركيز هذاك التركيز كيحرقني كتبقى فيا الحمى اسبوع خصني ناخذ الادويه ديالها ونشرب اللويز تخيل دابا اذا واحد فرحان بيا يستقبلني ما عارفش راه غنخلص غالي وي اذا هنا عفا بنتي ارسل لي واحد الايميل ووريني النشاط اللي عندك والله قدرت انا تنوعدك والله غنقول لك دابا غنقول لك دابا لا لا باش نخليو فرصه للمستمعين الاخرين عافاك امينه الله يجازيك بخير باش نخليو فرصه اخرى للمستمعين راه كاين دي زابي كيتسناو انا رجعك للمجدولين غتخلي لي الرقم الهاتف ديالك وبالتالي غنتصلوا بك مورا الاشهار ان شاء الله نعطوك الايميل ديال الاستاذ دريبي وتصيفطي ليه ان شاء الله وديك الساعه الا كاين الامكانيه وكيف ما قال بصحته ان شاء الله راه ما غاديش يخيبك ان شاء الله. شكرا لك امينه من الرباط نرجعوا نستقبلوا مكالمه اخرى ولا قبل ذلك مجدولين كتشير لي الى عندنا فاصيل اذا هذه فرصه باش نمشيو عند امينه ناخذوا المعلومات ديالها فاصيل مستمعينا الكرام ونواصل ورجعنا للتواصل معكم مستمعينا اذا نذكر بالارقام الهاتفيه ديالنا 0522 46 72 50 51 52 وكذلك نذكروا حتى اللي بغى يصيفط لنا رساله اس ام اس على الرقم 50 80 اذا نمشيو نستقبلوا مكالمه اخرى معنا فاطمه من المحمديه. السلام عليكم فاطمه. وعليكم السلام ورحمه الله. مدينة الزهور. الله يبارك فيك. باقي شي زهور ولا والو؟ الحمد لله صافي. ولا الاسمنت المسلح هجم على الزهور؟ ايوا ضروري هذيك المسائل ضروري. ايوا يدير الله خير. معك استاذ مامون دريبي تفضل. مرحبا لله. معنا الاستاذ مرحبا لك. صباح النور لاله فاطمه. مرحبا بك. لاباس عليك اخويا. مرحبا اختي. الله يجازيك بخير عن ما كنت تعمل معنا. بارك الله فيك الله خير. انك كتجاهد والله العظيم لا تجاهد فينا بالله. بارك الله فيك اختي فاطمه حبك الله ورسوله. الحياه كلها مشاكل وانا الاتصال ديالي اليوم بكم هو على انه في وقعتنا واحد الواقعه واحد مؤسسه حره ديال الدري الصغار. صاحبها فرنسي. كان الدنيا واقعدها على طاوله ديال 92 من نهار اللي دار من نهار اللي خلق هاد المؤسسه تهرست وتهرسم على قسم ديال المستوى السادس وقعت واحد هيستيريا للتلاميذ اللي بكى اللي طاح في لاباري كان ديال لاباري في الاذن ديالو طاح في الارض اللي اعزكم الله تمول على نفسه وطلبنا منه مجرد اعتذار كتابي لاباء المستوى السادس مسامع. هزوا ولادكم كاملين ديهم. احنا في السنه الدراسيه في اخر السنه الدراسيه لا والله واخا تكون وسط السنه الدراسيه هزوا ولادي كاملين ديهم. خليوه تما يدشوا الرياح. انا لما تسنى كانوا كيسير هو في بلادنا هو مع العلم لا 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 فاطمه الله يخليك لا فاطمه الله يرضيك. انت مسؤوله على ولدك ما مسؤولاش على حاجه اخرى. نعم. انت بغيتي تربحي ديري بحالي. انت مسؤوله على ولدك ما مشغوله ما تقحميش نفسك انه في المغرب وكيتحكم فينا وانه استاذ ما كيحترمش التعليم وانه ما عندوش انسان ما شغلناش هادشي. كاين نيابات كاين ادارات يديروا شغلهم. راسلوا الادارات يديروا شغلهم. داروه ولا ما داروش انت مسؤول على ولدك. نمشي نهز ولدي ونمشي عند النيابه نقول لهم بغيت لاتيستاسيون سكولار جيبوا لي انتوما اللي خسروا المدرسه نعرف اتيستاسيون عندكم
والنيابة غتراسل المدرسة تقول لي عطي الناس اتيستاسيون سكولير. باش نسيتك باش نحيطك علم انا استاذ. نعم. قامت الجمعية وديبوزات لو دوسي ديالها النيابة، ولكن كاين استنى على ديك القضية ديال لا ليست استنى من بعد. لا 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 فاطمة. نعم. شتي لو كوزيت ولادكم كاملين تخوالي قسم ويتخوالو جوج اقسام ويتخوالو ثلاثة. حيت راه ملي غيحل لاكيس تاع اخر شهر من لقاش فلوس غادي يتصل بكم ويعتذر لكم ويرغبكم ويجيب لكم الشوكولاط. شتي هذه كتسمى لا غيتورسيون، دي ميزور دو غيتورسيون. ديروا لا غيتورسيون بالفن، تجمعوا نتوما الجمعية الوالدين، تراسلوا بعضياتكم، جلسوا وليداتكم كلهم غدا ما يمشيوش يحبسوا. حيت هو خصو يخلص الاساتذه، خصو يخلص الضو، خصو يخلص التليفون، اما غيجبد من فلوسه اللي خازن في جيبه باش غيمشي كونجي، غيجبد منهم، وثم ملي غيجيو عائلات اخرى يقيدوا ولادهم، وغيسمعوا بان راكم كلكم حيدتوا ولادكم، ديك السمعه وهي اللي غيتخلعوا، وغيقولوا اش واقع، غادي يجيو يسولكم، تقول لهم اودي هذا السيد راه فزعنا الدراري وحط بها ترسات، دخل خلع الدراري غوت سب فعل كذا وكذا وكذا وكذا. اما باش تدخلوا ديروا لو غودغيسمون دو طور، نو. خليكم في لا ريتورسيون. لا ريتورسيون. راه شحال من مؤسسة كنعرفوها سدات دارت إفلاس، وشحال من مؤسسة كنعرفوها نجحات. باش نجحات المؤسسات الصغيرة؟ نجحات بمعاملة الناس. نجحات بإشراك الناس، راه والله ثم والله. اللي ما مشاش النهج السياسة تشاركية، راه والله لا ربح، راه والله لا بقى. شتي هذيك السياسة ديال نعطي الأوامر والآخرين يفد. وهذا يوقف له راسه والاخر يحني الراس، راه ما بقاش المواطن ولا في العالم باسره يقبلها، ولاو الناس باغين سياسه تشاركيه. في المعمار بغاو تشاركي، في تسيير الحدائق بغاو تشاركي، في الامن بغاو تشاركي. اشنو غادي يضر المدارس لو اقتربوا من جمعيات وداروا امن مدرسي؟ اش غادي يضرهم؟ ياك سيديروا لهم لي فري ترونسبور كيخلصوا من الوالدين، ياك سيديروا لهم لي فري دو باراسكولير وانشطه موازيه كيخلصوا الوالدين. كظن الا اجتمعوا الجمعيات المؤسسات التعليميه كامله ومشاو عند الجمعيات واطروا طريقه مع الاداره ومع الجهات الوصيه امن دراسي، اللي قطع لوليداتنا الشانطي، اللي وقف السيارات، كتولي واحد الفوضى ما بين 12 جوج ومع الصباح ومع السته. علاش؟ لأن كلشي كيجي يوقف في دوزيام بوزيسيون تروازيام بوزيسيون. علاش ما كاينش أمن دو سيركيلاسيون ديديي لزيكول؟ ما كاينش. أما علاش أنت في المحيط داخل المدرسة كتعرف تأطر وهذيك الزنقة اللي حدا راه تابعة لك، راه هي تابعة لك. إذا لاحظتوا شنو هي لا ستركتوراسيون؟ هي نقابل شغلي داخل ونخلي فوضى برا. نو، لا ستركتوراسيون أنني نبقى نتبع وليداتي ملي خرجوا التلاميذ اللي عندي حتى يركبوا وحتى السيارات المحيط ديالي. علاش عندنا واحد الكاليفيكاسيون كيعرفوها الناس المقاولات سميتها لو لابيل ار اس او، ريسبونسابيليتي، المقاوله اللي عندها المسؤوليه الاقتصاديه والاجتماعيه، ريسبونسابيليتي سيفيل سوسيال اي ايكونوميك. اش كتعني هذا لابيل ار اس او؟ كتعني بان المقاوله مابقاتش فقط كتهلا في العامل داخل ولا في الشغيره ولا الموظف داخل المقاوله، كتحاول توصل معاه حتى لراحته في عائلته، تقابل ليه حتى ولاده كيفاش كيقراو، دير ليه انشطه لولاده، تشوف ليه زوجته، تشوف ليه يعني المحيط ديالو الاقتصادي كتوصل ليه. شنو كيعطيك هو؟ مردوديه، الوفاء، تيوفى بك ما كيغشكش، الوفاء. حتى المردوديه كتزيد، المردوديه خلاص كتزيد، كتزيد كانت قليله راه كتزيد. الوفاء انه لقاو واحد لي زيكونوميست داروا واحد الدراسه، لقاو بان سيرتو في الدومين تيرسيير، تيرسيير هما الناس اللي كيخدموا بالعقل وبالعلم، لقاو بانهم الا مشى اعطى ساعتين من وقته النشاط اخر من غير هذاك اللي صالح المقاوله كتضيع المقاوله. كيفاش نجعلوا الفكر ديالو والعقل ديالو ولو خرج المقاوله يبقى محافظ عليه المقاوله؟ هما يديروا هاد لي لابيل هادو. فما كيمشيش يدير واحد النشاط مثلا واحد الاناليست فينونسي في واحد البنكه، غيدير نشاط واحد اخر يمشي يقري، هذا غيزيدو علم باش يفيد المقاوله، غادي يدير محاضرات غيزيدو علم باش يفيد المقاوله، ولاني ما غيديرش مدرسه خاصه يرهق نفسه مع المسؤوليه
ومع تصحيح لي دوفوار ومع المشاكل الفلوس هنا غيرهق السيرفو ديالو، وملي غيدخل المقاوله غادي يبقى غير بالقهوه وشاد الكارو باش يسخن السيرفو لانه قهرو. شتي هما داروا هاد لي لابيل باش كيقولوا ليه نشجعوك تقري، نشجعوك تكون محاضر، نشجعوك تكون باحث، ولكن عافاك عندك تمشي دير شي انشطه ولو هي ما غاتنافسش المقاوله. هو اناليز فرونسي ويدير مدرسه ما غاتنافسش، ولكن غاتحرق ليه مخو، ولا مخو تحرق ما غيعطيش. شتي دابا حنا في المغرب واحد العدد الناس مازال ما وصلوش لهذا النضج، لا في المقاولات ولا في المسؤولين ولا في المواطنين، باقي يدير هذيك الديكوتومي ديال انا مقابل بوحدي انت مقابل بوحدك، ولكن اللي غيجمع بيناتنا شكون اللي غيجمع بيناتنا؟ شكون اللي مقابلو هذاك الانتراكسيون اللي غيجمع بيناتنا؟ شكون اللي مقابلو؟ مقابلو الله. شكون اللي مقابلو هذاك؟ راه حنا دايرين ليه فراغ في المجتمع المغربي. العرب عقليتهم ما كيعرفوش يديروا لي انتراكسيون، العرب القدام كانوا كيعرفوا يديروهم، هادو ديالنا امي مرحبا. اذا نمشيو نستقبلوا مكالمه اخرى معنا ايمان من بني ملال. السلام عليكم ايمان. وعليكم السلام سيدي، لاباس عليك؟ السلام عليكم، بارك الله فيك. استاذ كيسمعك تفضلي. مرحبا لا ايمان. مرحبا بك بنتي، بارك الله فيك عمي. مرحبا بك. بغيت منك واحد النصيحه ان شاء الله تغير لي الحياه ديالي. حيتاش شحال في عمرك؟ تبارك الله قستي انت مستوى الدراسي عامين. المستوى الدراسي قروني دار عامين فقط ابتدائي. الله 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 لا حول. شنو السؤال ديالك حبيبي؟ بغيت نقرا، بغيت ندير شي حاجه في حياتي. بغيت نفكر معايا بحياتي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عندك شي خيات ولا بوحدك في الدار؟ عندي خويا اليوم كيقرا. لا 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 شوف، عندي لك اقتراحات بني ملال. غادي نشوف لك. لا انا عندي في الباديه تقريبا 40 كيلومتر باش انا بعيده من الحاضره. شوف واش تبغي نشوف لك واحد المدرسه داخليه تقراي فيها تما في النواحي بني ملال؟ مخليني بابا ولا انت تذبحني. لا حنا غنمشيو عنده، غنصيفط ليه الناس يمشيو عنده. عطي لي التليفون ديالك، خلي التليفون ديالك وما تخافيش، غنصيفط ليه الاعيان للبلاد. والله اذا كل الناس اللي غيجيو لعنده ما يقدرش يقول لهم لا. ابشر يا ايمان، اذا الاستاذ شخصيا غادي يتكلف غنصيفط ليه الاعيان والله نعرف نوصلها للوالد المنطقه ونوصلها للحباب المنطقه. صافي المشكله ديك الدنيا اللي دمعات متشبته بامالها تكون شي حاجه، متشبته ما بغاش تكون ذاكره، ما تكون صيغه المعرف. لا اله الا الله. اذا ايمان نرجعوك للمجدولين، خلينا الرقم الهاتفي ديالك الله يخليك. نمشيو لمكالمه اخرى، نمشيو لمراكش معنا امل. السلام عليكم امل. السلام عليكم. امل السلام. صوتك الامل. نهار كبير، نهار وحق الله العلي العظيم. مرحبا مرحبا بك. لا لا يحفظك استاذ، الحمد لله اللي هضرت معاكم، محتاجه بزاف نهضر معاك والله العلي العظيم. مرحبا بك. لا لا يحفظك. انا عندي 23 عام. تبارك الله. تزوجت هادي واحد قريب قول هادي 2 سنين ونص. ملي تزوجت ونهار خديت الباك ديالي تزوجت. تبارك الله. لا لا يخطيك، لا لا يخطيك استاذ. ودابا بحال الا اكتئبت بزاف، ودابا عندي وليد عنده 10 شهور. واكتئبت نفسيا بزاف حيت ما عرفت، عندي دابا انا مقيده براجلي بزاف. الا خرج هو عاد انا نخرج، وكيقول لي لا ما تخرجيش، لا ما دي راها الدنيا رجعت خايبه، راها هادي كذا. وكي بحال الا زرع فيا داك الخوف نتاع الزنقه ما خصنيش نخرج بوحدي. وحق الله العظيم. والله العظيم. ودابا وحق الله دابا ما عرفت، دي فوا تنشوف راسي تلوح راسي مع البالكون. لو كان ما يساليش جوج سيمانات نقدر ما نخرجش جوج سيمانات من الدار. ما كانش لا حمام لا والو. لا والو والله ما تنمشي. لا حول ولا قوة. غير في الدار ومنين تنهضر، وهو منين يخرج راه تيخرجني تيبرع عليا، راه راجل الله يعمر لي الدار ومدين، ما عندي ما نقول فيه زعما كنتمناه لاي بنت في هذه الدنيا، ولكن فيه واحد هذا الجانب هذا ديال ما نخرج، خاصني ديما نجلس في الدار. عندي عندك اجواء جميله. كنسمع واحد الاصوات جميله في المحيط ديالك. طيب وليد. مرحبا مرحبا اختي امل، نعطيك رايي في هذا الموضوع. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. استاذ امل ركزت على واحد جوج الكلمات، الاكتئاب
وليد عنده دابا 11 شهر، واش هذا نسميوه اكتئاب ما بعد الولاده؟ طاحت فيه كاين اين كونيفونس. دابا الخبراء مؤخرا سورتو لي زيتود اللي كتنشرهم منظمه الصحه العالميه كتبين بان الام الى رضعت ولدها مزيان ما يجيهاش غير الرضاعه ديال ولدها، ترضع 8 شهور 9 10 قد ما زادت غير رضعه بوحدها، اذا شنو علاقه رضاعه مع لا ديبرسيون بوستناتال؟ شنو هي؟ انه لو بيانيتر ديال الام مرتبط بلو بيانيتر ديال البيبي، راحتها هي مرتبطه براحه الرضيع والراحه الرضيع مرتبطه براحه امه. دابا هي المحيط اللي عندها، شتي قبل ما نمشيو نقلبوا نديروا التشخيص بوتيتر تقدر تكون مي لو كانت اكتئاب من بعد ولدها هو كاين، وعندك المحيط البيئه العائليه اللي هي فيها شي حاجه اخرى، راه ما غتحش بهذاك الاكتئاب، غادي تحمل غيرفعها. دابا كاين تصدع داخله هي في واحد ليطا ايموسيونيل فراجيل، كاين واحد الهشاشه، والبيئه ديال حياتها الزوجيه راجلها شنو هو تخاف على مرتك وشنو هو تخوف مرتك؟ راه الفرق بين تخاف على مرتك وتخوف مرتك. حنا ما كاينش فينا اللي ما تيخافش على مرتو، ما كنخوفوش عيالاتنا. هكذا سير صوبي، خرجي تقضي، سيري مع صحاباتك، سيري مع الوالد ديالك، ما نخوفوش، لان لا ما عمروش الصالحين الساحه العموميه اللي من غير يخليوها الفاسدين. شتي غيولي طالح ما عمر الصحه العموميه. اما مشيتي لالمانيا ومشيتي لاوروبا كتلقى العائلات هما اللي معمرين الساحه العموميه، ولادهم يلعبوا والشيوخ ديالهم باركين، وناس كيديروا الموسيقى، وناس كيديروا العاب بهلوانيه، وعايشه الساحه العموميه. الساحه العموميه هي امتداد للبيت، خاصه في هاد الشقق. وتخيل دابا ساكن في 60 متر ولا في 50 متر ولا في 40 متر، ما شتيش الخضوره غير ما تشوفيش ديك الاكتئاب. شي عين تشوف الخضوره تقول لاباس. العين ديالنا كتحب تشوف الخضوره. العين ديالنا كتحب تشوف الناس، ناس دايزين كيهضروا حداك وكيتكلموا حداك، تجلس في واحد القهوه محترمه تاع مبردتي تشوف غير الناس دايزين، هذا كيبتسم، هذا مقلق، وكيعطيك واحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا جددوا ايمانكم بملاقاة الاخوان. تخيل غير كتلقى الناس كتبارك معاهم كيتجدد الايمان ديالك، ان الايمان لا يزيد وينقص. لاحظ معايا، حيت كاين الراحه ديال الانسان، كاين الحب ديال الانسان، وكاين الايمان ديال الانسان. الايمان راه قوى منهم كاملين. وما بالك بالايمان يزيد وينقص؟ اذا ما بالك بحب الانسان يزيد وينقص؟ اذا كان الايمان كيزيد وينقص، المحبه راه تقدر تنقرض، الراحه تقدر تمشي. اذا هذا الرجل هذا ماشي كيخاف عليها فقط، كيخوفها. علاش كيخوفها؟ لانه هو فيه الخوف. بزاف الناس فيهم عندهم الانفوبي سوسيال ليجير، كيكون عندهم دي فوبي سوسيال وما عارفينهاش. العلامات ديال الفوبي سوسيال هو ما كيتحملش الانسان، هذيك هي البديله الاولى. شي واحد انت كتاكل حداك ولا كتشرب وكيتزع كديرونجي، هذاك هي السينيال، هذيك العلامه الاولى. جوج ما كيقبلش البيبان يكونوا بزاف حداه، كيبغي ديما البيبان يكونوا محلولين. فوبي سوسيال ما يقبلش يكون سوند اكتيفيتي، خصو يكون ديما كيدير شي حاجه كيوكل شي حاره. انت شنو حاره فيك فوبي سوسيال؟ هذاك نسك حاره، ما تيقدروش يزكاو ويفكروا مع راسهم واحد نص ساعه، ولا ما يتحملوش عيوب الناس. وعاد في شي عيب كنفهم منه غير فيك عيب فوبي سوسيال. اذا شتيها هي باقي ما دويتش على لاغوفوبي، لاغوفوبي راه بوحدها، هذه راه باديه فوبي سوسيال ليجير. اذا ملي الانسان ما عارفش لي سامبتوم كيفاش كيعطيو، هما لي سامبتوم كيعطيوك بحال الحبوب، كتجي حبوبه في الوجه وحده. شنو نقولوا؟ غنقولوا سي بون سي بون، دار روتور سور لو ديرم، بكتيري دارت لانفلاماسيون، حبوبه. شويه اللي غدا خرجوا جوج، وحده في النيف تحت العنق، الصاد خرج فيه الصاد. شنو نقولوا؟ كاين شي حاجه شويه في الصدر في الكرش كتفرح، خصك تحليله. كنت عند طروش يقول لك تحليله. علاش تكيدا تحليله؟ لان ما عرفها واش جهاز المناعه ولا انفلاماسيون الكبده ولا شي فيروس، عرف منين جاي انفكسيون انتستين، خاص تحليله. اذا علاش الطبيب كيعتمد على التحليله؟ لان الاسباب متعدده والاعراض نبه. دابا هذا الراجل شو مسكينه هي علاش اعتمدت؟ قالت كيصلي وراجل مزيان، نتمنى لاي بنت. دابا
هذا هو المجتمع ديالنا، النيه ديال بلادنا ولادنا. هي كتصلي وهي هو كيصلي صافي، ما غنقولوش اللي كيصلي ما تزوجوش، لا، غير خاص قبل ما تزوجوا ما تسنيوش على اساس راه 100% الامور واضحه، خصكم تخلي واحد لامارج اللي دويت عليها قبيله. ان سواء تكون كتقرا او ما تقراش، كتعلم او ما كتعلمش، عندك تجربه عندك تجربه، راه علمك غيساعدك بعد ما تكون في ورطه. دابا هي في ورطه، توظف دابا العلم، دابا العلم وكان حاضر، كانت غدير حساب لهذه الورطه. شنو هي؟ هي كاين واحد النموذج فكري عند الرجل المسلم والمراه المسلمه، هو الا شد حق الله وقر الله شده وقام بواجباته الدينيه وشدات هي حق الله وقامت بواجباتها الدينيه، غيعيشوا سعداء. كتحلموا كتحلموا ديال حلموا، سيروا قرأوا سورة العنكبوت كيقول لكم فيها الله، صليوا وصوموا وشدوا قر الله غيفتنكم. ألف لام ميم، أحسب الذين آمنوا يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذا العقل المسلم باقي ساذج، إلى دوز اون إنوسونس مي كازيمون تيريبل، كأنه خارج من بيضة، ماشي والده أمه، كأنه في بيضة تفقد وخرج. كيقول لك واش هاد حق الله؟ وانا شاد حق الله؟ ما ادري واش ادري واش. لا كيسحابوك، سيت اون كيستيون دو بروسيدور. الا عمرتي الصلاه كوشيتي صليت، الا كوشيتي صمت، الا كوشيتي حاضي فرجك، الا كوشيتي كذا وكذا، كيديروا ايكال غنعيش سعيد. حلم حلمو، حيت الا كنتو كتقراو القران سيرو قراو سوره العنكبوت، نمشيو للفتن. اذا سيت ان بروسيسوس خلق الله باش يشدك. ها المسلم راك قمتي غير بواجباتك، شتي ملي ما زنيتيش المسلم راك قمتي بالواجب، شتي ملي ما شربتيش الشراب قمتي بالواجب، شتي ملي ما خديتيش الرشوة قمتي بالواجب، داك تحب راسك راك درتي شي حاجة، قمتي غير بالواجب ديالك مسلم، حيت انت تنتمي إلى ملة إبراهيم. إذا هاد الشيء الفرائض، أفين هو دابا الاجتهاد؟ الفرائض قمنا بها، فين هو الاجتهاد؟ الاجتهاد يعني فين هو العمل؟ العمل هو اعلم أن كل فعل إذا تم صحيحه فيه خطأ. كل فعل كل فعل تم صحيحه فيه إذا تم صحيحه. تقنتي قلت واه تقنت، اعلم أن فيه خطأ فلم تره من جهلك فآتي بأصحاب العلم ليروه محلك ليروا ويوريوك. أنا عندي واحد مهندس توفى به ورث واحد المقابلة، دار واحد النظام وقاري عليهم، تمكن مهندس دولة تمكن، وقع في شجار مع 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 الشركاء في المقاولة. الشركاء اللي مع في المقاولة طلبوا مني لاربيتراج، عفاك تحكيم، بغينا التحكيم في القبر. السيد كنقول لك تمكن مهندس دولة ومتمكن، تقول لي هذا الشيء ديالي راه كله 100% جوست. قلت لي جاوبني على سؤال واحد، علاش عندك المالايز مع الشركاء؟ ياك هذا الكل شيء جوست، انا ما داويش هذا المستوى، انا طلعت مستوى اخر. منين جا المالاز؟ منين جاك الاضطراب مع الشركاء؟ منين جا؟ شنو سبابه؟ جاوبني. قال لي ما نقدرش نجاوب. قلت له راه هنا فين غنديو حنا الخدمه؟ ما داويش لك انا عندي هذا الشيء اللي درتيه هنا. كاين واحد البلاصه فوق من لورغانيزاسيونيل سميتو لانفورماسيونيل، وكاين فوق لانفورماسيونيل كاين لو كونسيبتويل، وكاين فوق الكونسيبتويل سميتو السامبوليك، وكاين فوق السامبوليك سميتو سبيريتويل. اشنو بغيتي؟ قلت لي دابا انت داوي معايا عارف لورغانيزاسيونيل، طلعوا لي معايا لانفورماسيونيل وغادي نطلعوا الكونسيبتويل وغادي نطلعوا السامبوليك وغنطلعوا السبيريتويل وغتفرج غادي نخرجوا. ملي بدينا كنحلوا طرق 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 طرق، وشاف شاف في لانفورماسيونيل، شاف في السامبوليك، شاف في السبيريتويل، شافهم. جا قال لي يا عمي عندي لك واحد الاقتراح. قلت له ما هو؟ قال لي قول الشركاء عطوني فرصه يجربوني واحد المده ويجيبوا الخبراء ديالكم وراقبوني. فين دابا دويتي؟ فين دابا دويتي؟ لاحظتي ما بقيناش في اقتنع بيا حيت انا انجينيور ديتا، اقتنع بيا حيت انا عندي لي زانفورماسيون اجريجي. نعم. قبل كاين عندك مالاز. المالاز هو المراه تشتكي والرجل يشتكي، هو تيقول لها انا شاد حق الله، وهي كتقول له انا شاد حق الله. اذا الفلطه ماشي مني منك، الفلطه ماشي منك مني. اذا هنا فين انا غندور دابا الكاميرا عند لاله امل، شنو الامل اللي نعطيو لاله امل؟ فين هو نصيبها في المساله؟
سا باغ دو ريسبونسابيلتي صاحبي ما غنزقلها صافي راحيت بكات راحيت والده راحيت صغيره ما عندهاش حقها في المسؤوليه عندك لا لا ما حقك في المسؤوليه علاش لان حطيتي فمك في البزيز ديال دباك بمعنى مفطوماش باقيه كت شفتي الوقيته اللي الفتاه العربيه باقا كتشوف راجلها استمرار دباها ما فهمت والو في رجلها كافي تشبيه كباك كخوك اما هو راه ماشي باك ماشي خوك شي ما حد الفتاه العربيه في تصور حيت راه تمثل اللي عندها في عقلها هي تنظر اليه كابيها وهو ينظر اليها كامه بقيت تما حريره حريره تمثلات بريمير سو سون دي ريبريزونطاسيون بريمير تمثلات سي بحال اللي واقفين عند لي زورتي د رجلين شاد النيفو هذا في الفكر بدائيا وباديا شتي بحال شي واحد كتذكر معاه وانت حاط عينك عند صبع رجلو شتشوف ما طلعتيش لعينو ما شتيش شعرو ما شتيش نيفو ما شتيش وجهو ما شتيش صدرو كتشوف صبع رجلو راه اللي دار التمثل ديالها وديالو في هذا المستوى كندوي عليه وراكم حاطين الفكر ديالكم عند لي زوغتي عند رجلين يعني كتشموا العرق وغتشوفوا الصبانه اما دابا هي لابار ديالها علاش؟ لان خصها دير ليها التمثل باش تبان ليه عذراء الحباب علاش لانه هو كبروه خصك تنكح البكر عرفتي شنو هي البكر عذراء البكر اذا هي خصها تعطيه العذراء في الفرج وتعطيه العذراء في الفكر شنو هي العذراء في الفكر كنعرف غابه انا ما خرجت مع دري ما كنقولش انا تخرج مع دري ما تدروش معايا رابونسي كاتيغوريال انا نقول لكم بيض وتعكسوني غري ما كنخدمش انا بالكاتيغوريال انا عندي ملتي ديمونسيونيل كاتيغوري كنخدم به غير مع دي سوار ما مع الكبار ما كنخدمش بالكاتيغوري كاتيغوري حساسيه منه اذا هنا ملي التمثل ديالها انا سيدي ملي قلت لها هذه قلت لها هذه انا يا كنقرا طالبان وما كنعرفش شي دري وانا انسانه صالحه وتربيت مع ماما وبابا باش نكون واحد مع مسلمه انا رضا الزوج من رضا الله وانا احب هذا اذا هو غادي يتمثل لها عاوتاني ابوها الناصح الامين يقول لها لبيك يا 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 عذراء لبيك يا حورية نعم أنا سوف أكون الحامي لك من كل ويلات الزمن وسوف نجعل من بيتنا عشة من الفردوس والجنة فكل أوامري إذا قمت بها سوف أرضى عنك وسوف نعيش حياة متساوية وهي غتمشي للفونتاس ما قولي غتقول لي إن شاء الله سيدي ما غتشوفني غير خير نسال وليداتك ونرعى سرك ونحفظ غيابك يا 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 فرحتا نعم لقد عدنا الى الجنه بعد ان انتحرنا منها ابليس حلمه هذا كنت عاود اللي قلت بالمسرحيه هذا راه كل نفسكم كتهضر فيكم انا راني كنشخص لكم اش كتقول فيكم نفسكم نتوما كتسمعوهاش كيقول لكم عقلكم صنعات لكم هي هادشي اللي كنقول انا هادشي اللي كنبسط به واحد النهار واحد ممثل كوميدي مغربي بغى ياخذ هذه المقتطفات ويخدم بهم قلت له يا سيدي العزيز والله انك تسمع الضحك ونحن نبكي خبيس دابا شي واحد راه كندير شي باش غنضحك راه فمي كيضحك لساني كيضحك وقلبي تيدمع لان يا حسرته على قله العرف يا حسرته على الظنون احنا مجتمع غنبنيوه بالظن وما عمر المجتمعات ما كتربح بالظن نعم اذا هنا بنتي خاصك تفطمي حيت الا هو تعامل معاك في هذيك المنزله راه حتى مشيتي حطيتي بعدا نفسك في هذيك المنزله اما كون مشيتي بالايحاء انني نقدر نلعب واحد المنزله ولاني حقيقتي ما جيب هذيك المنزله حيت راه كاين لا غولاسيون دوبجي كاين لا غولاسيون ديغال ايغال كاين لا غولاسيون دومينون دوميني كاين لا غولاسيون بيرفيرس وريني شكون اللي يقدر يسلك واحد المنظره نعم الا سمحتوا مستمعينا عندنا واحد المكالمه خلينا نتسنى شي شويه تسمح لنا مكالمه من خارج ارض الوطن من باريس تحديدا معنا مريم السلام عليكم مريم الو السلام عليكم وعليكم السلام لاباس عليك الحمد لله والله العظيم الا غادي نقطع ان شاء الله وغادي نصلي جوج ركعات اللي قبط لي الخط لا اله الا الله ورسوله والله العظيم عرفتي عام ونتهادو وانا كنحاول نعيط لكم واول مره كيقبض لي الخط ايوا تفضلي دابا انت محظوظه قبلتي كتحط خط عطنا لك شي شويه تفضلي شكرا بزاف شكرا على وجه الاهتمام على كل شيء اللي كتحطينا الصراحه
فتينا بزاف. بارك الله فيك اختي حبك الله رسول الله. غادي نقول لك استاذ عندي واحد المشكل فاغضو قليل عليه حجره قليل عليه. شحال في عمرك انا مريم؟ عندي 26 عام. مزوجة؟ مزوجة عندي وليد خدامة مزيان درت ديزيتيود سوبيريور الحمد لله خدامة هنايا مأستالية هنايا المشكل عندنا مع الوالد ديالنا حنايا ثلاثة البنات والوالدة ديالنا مرضات في لاج كانت صغيرة بزاف مرضات كانت عندنا حنا سانكم كانت عندي أنا سانكم ودابا هذي أربع سنين أختي الصغيرة اكتشفت واحد المشكل كبير بزاف عند الوالد ديالي لقات عنده واحد ما عرفت صراحة كيفاش غادي نشرح لك لقات عنده واحد الكونت فيسبوك وكيهضر مع سي سولمون سيتي كيعرف عيالات ولا لا مع رجال اللي عنده اين هوموسيكسواليتي اكزاكتومون والمشكلة الوالد ديالنا صراحة كلشي كيشوف فيه الاب المثالي ضحى بزاف عاش معاه مرات واخا مرضات ماشي مرض ساهل ومع ذلك صبر معاها وكل شيء زعما الصراحه ما قدرناش نقبلوا في هذا الشيء لو بروبليم تاكولا هو عارف بان ما في تسوق ديال بوغ حيت مشات واجهه مريم 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 نعم غديري واحد البحث على لو بوين بي شي لي زوم في لوغ سيكسواليتي وي قيدي غديري غوشيرش على لو بوين بي غتمشي هكا موطو دو غوشيرش غدير لو بوين بي دون لي دون لاكت سيكسويل شي لي زوم Oui. C'est uniquement une déstabilisation de la symbolisation de la perte de l'érection et sa capacité à la rétablir par le fait de caresser la prostate l'anus. Justement, لا وحيت راه اختك واجهاتو على اساس سي ديفيون لا 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 سي با سا مشات مني هضرات مع اختي حنايا دابا انا قالتها لي انا الاولى ابخي اختي الكبيره حتى هي عرفت ولكن هو دابا دون سا تيت سي جوست ما بتيت سور كي لا مريم لا مريم اسمعي لي غير اسمعني الله يرحمك الله يعطيك الصحه اختي مني مشات هضرات معاه بالعكس لو ديسكور كيلا يو افيك ان نوري با دو مريم ان نوري با دو Oui. La prise de parole, fait, le sujet ne la concerne pas. Mais ce n'est pas parce qu'on est capable de parler d'un sujet que nous avons la possibilité d'aboutir à cette parole. D'accord. Vous me comprenez ? Ce n'est pas parce que nous avons la capacité de produire du langage, du discours, que toute personne est capable d'aboutir. Comme si nous avons en Europe des musulmans intégristes. Vous pouvez dire que quelqu'un aboutit avec eux, dans le discours. Allah les aboute. Il y a comme des personnes qui savent parler. Oui, 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 bien sûr. Qui peuvent les convaincre. Non. Nous pouvons les convaincre. Pourquoi? Parce qu'il y a un des axes. كاين واحد لي زاكسي مكتوب عليه باب الرجال غادي تدخل منه امراه دايره الحيه غنديروا لها الحيه بالعالي غادي نديروا لها طاقيه بالعالي ولكن راه الستركتور ديالها ماشي راجل باش غادي نعرفوها بانها هذيك اللي دخلات ماشي راجل سانابوتي با داكو شتي هنا اختك خدات لانفورماسيون شافت الراجل في فيسبوك كيدير لي فوتو كيدير دونك سي سوا دو لا بيرفيرسيون دونك سي ان بيرفير الى من الراجل ماشي بيرفير دونك مفعول فيه يا ان ستركتور كي لو دومين كاين عنده دي بولسيون وي دونك لي بولسيون سو سون با دي بيرفيرسيون لي بولسيون سو سون دي مانيبولاسيون اوبيري بار لو سا Le ça, c'est le lieu où toute chose qui n'a pas pu être symbolisée et représentée reste mais sous forme d'affect. Même un affect. C'est-à-dire entre angoisse et trouble. Le ça, c'est l'endroit qui fait une boîte noire. Tout ce qui n'a pas été représenté. C'est comme Mittel. Ou qu'on aimera. Ou à telle représentation d'y aller. Ou à ce qu'on aimera, c'est Marie. Ou à ce qu'on aimera, c'est difficile de la représenter. كل واحد الله يرضي عليك وكل مره ديال الغدا راه ماشي هي كل مره اليوم اليوم ما غاتجاوبني بجواب دوز شهر عاود نسولك لقى الجواب داك تبدل
اذا شي دابا باك لعبات فيه لعبات فيه لا فاموز كريز دو كارونتين مشات دخلت فيه لا نوسيون دو لامور لان ملي كيوصل الانسان ل 50 60 65 70 كتبدا تضرب لامور الفكره ديال الموت جايه هاي كتضرب هاجم ثم لا بيرت ديال لا سونساسيون كاين بعض الرجال اللي واخا كيشد القلم ديالو ولا كيمتص بالقلم ديالو ما كيبقاش عنده لا بيرت دو لا سونساسيون وتيرجع اوتوماتيكمون لان لانوس دبور عند الراجل سي اون ميكوز كتبدا هي ملي كان صغير ملي كانت امه كتمسح ليه بالخروق حاشاكم كتقيس ليه بيديها لا ميكوز دونك لا ميكوز ديال الدبور عند الراجل عند المراه الي تري سونسيبل ايريغي تري سونسيبل ثم هي مدخل لا بروستات والرجال الا مشات دار ليه مساج دو لا بروستات سواء ان اكسترن ولا انترن اي جوي صافي وي دونك هنايا كي اسوسي هو هذا اللي كيسميوه لي سبيسياليست لو بوين بي كي اسوسي هو كان خاص الوالده ديال فعل الوالده مرتو كانت غاب ارغان ما بين لتحت ديال المعده والسره يمكن ليها تقيسها من هذيك اللحمه من هذه الجلده من قدام غاب ارغان غاب ارغان بقات لعبات الفا اكسيتي لا بروستات من الفوق شتي غتقيسها تما الراجل يزند فك شتي بحكم ما نقيسوش الجسم ديالو تما لا غادي نوليو داخلين شي حوايج هو راه بعضيات بعض شوف سيدي ربي رخص ليهم هن لباس يقول ابن عباس ها يعني هن سكن وانتم سكن لهم ويقول الربيع بن انس هن لحاف لكم وانتم لحاف لهم يعني راه ما كاينش شي بلاصه في الجسم ديالها وديالو في العلاج كاين الحرمه اما في اللعب وباش تطلع النشوه ما كاينش شي بلاصه حرمه فهمنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هن حرت لكم يعني يقدر الرجل يعاشر زوجته على جنبها على رجليها حرتكم ان شئتم يعني ما دام يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما دام ما في الفرج اما لي بوزيسيون حنا حلال تلعبوا كيف ما بغيتوا بلي بوزيسيون شدوا كما سوسترا وحطوها قدامكم ولعبوها يعني باش نقتحموا المجتمع ما نخلوش فيه شي عقاد نشدوا تقول العقاد مخهم دابا الراجل سوا سي تان بيرفير وما نضربش سوا عنده اون ديفيكولتي ا سامبوليزي داكشي اللي قلت لا مور لا نوسيون دو لا بيرت دو جويسونس في لورغان سيكسويال ديالو ولاكتيفاسيون ديال لو بوان بي كيحس به ملي حس بالبوان بي ما لقاش اون انفورماسيون كي بويس ابوتير واحد العائله ولدهم مشى لبرا عنده 19 عام وقال لهم راه بدا كيحب واحد الراجل وكيميل ليه واش هادي الهوموسيكسواليتي وصارح بها باه تكلم مع مو جاو لعندي قال لهم ليجي ولدكم عطله نعم قول لي يجي جا ولدو قلت له ولدي حسيتي بكذا قال لي ايه كيفاش كتفسر قال لي وقيلا راه عندي الهوموسيكسواليتي وكذا قلت له وقف واجي عندي قدام مو وجا عندي وكنقرب ليه وجهه من وجهي بحال هكا جايبو عندي كنقرب حتى بقى ما بين فمي وفمو واحد المسافه كدوك وبدا تيترعد بدا تيحرق قلت ليه مالك ولدي قال لي قربتي مني بزاف قلت له شنو فهمتي قال لي فهمت انك غتقبلني قلت ليه وانا راه كنستعد نفخ فيك ما عندكش المعلومات روحك راه باغي ننفخ فيها وخذ من عندنا ولدي لاحظتي كيفاش فسرها هو ملي قربت ليه فسرها باش غنبوسو حيت هذا هو المعلومه اللي عنده هو ما عمرو ما عارف بان راه نسمي كنفخو في بعض البعض فنفختو فيه من روحي راه موارثانا حنا وارثينها شي هذيك نفختو فيه الله سبحانه وتعالى نفخ من روحه سيدنا ادم موارثينها العلماء المسلمين ولكن بغيت عارف شكون العلماء اللي يقدر ينفخ فيك الدري ما عندوش المعلومه صحابي غنقبله فملي شربتو المعلومه غنفخ فيه روحو عدفات هذاك الاخر هكا قال لي من بعد ما رجعت قال لي لاوروبا قال لي هو الاخر كنحس بهذاك الميول ديال هذا الشاب ليه وكان غيستغل لهذاك الميول العلاقه الجنسيه وحنا ولدنا مشى منفخ فيه مشى ملقح
قال لي يا عمي والله كون ما عطيتيهاش ليا في موضع اكثر نتصيد فيه عليه. ها علاش انا ما كنحددش على الهوموسيكسواليتي؟ ها علاش انا ما كنبغيش نعتبرها اون مالادي؟ مؤخرا واحد الميدسان قال لي راه حنا قرينا في لافاك ميدسين انا اي مالادي، قلت له لا سيدي ماشي اي مالادي، سير رجع امورك، سي با اون مالادي. ما هي مالادي مونتال؟ ما هي اضطراب؟ هي انفلات لمعنى، ونحن المسلمون الوحيدين في العالم اللي عندنا المعنى ديال الحقيقي. ولكن حتى واحد ما يخدم المسلمين وسول جابوا له ما بغيتش تخدم العقول كتخدم الضبور. اذا نرجع نواصلوا معكم مستمعينا الكرام، دائما انتم في الاستماع لبرنامجكم مع المحلل. وما دمنا في التحليل استاذ، نرجعوا شويه للتحليل اللي بديناها ديال اعماق البنيه النفسيه ديال الانسان، ومن ثم يعني جايه الدقه كيف كنقولوا الهز الدري. من ثم جايه الدقه استاذ، حللنا جوج ديال الامور، مساله ديال المعلومه بالجسم وديال السؤال ديال رفض السؤال ان الرجل ما عندوش دم السنان وما يقدرش يطلب مرته. يقدرش مثلا هي قضيه وهو مثلا رجل اعمال. نعم. راه قليل اللي غادي يجلس مع مرته كاستاذ القضاء ويقول لها عافاك استاذه، هذا راه مرته عافاك استاذه في هذا الاجراء هذا الله يخليك، شنو رايك؟ شنو المعمول ولا شنو؟ يقول لها شوفي لي هذا الامر، شوفي راه يعطوك من الشركه، شوفي معاهم هذه القضيه. طيب كيلتقط دغيا. اما السؤال تخبرك بان السؤال صدقه. السؤال صدق، صدق بحال الابتسامه. راه صدق، لان تطلب به العلم وطلب العلم فاضل للمجتمع، فكتتصدق على نفسك بالعلم اللي جاي. واصل السؤال مول السؤال راه فيه خير كثير، كيعلم تواضع. السؤال كيعلم تواضع، السؤال كيعلم طيبوبه، اللي كيطرح السؤال طيب. طبيعة الحال السؤال اللي من وراءه المعرفة، ماشي السؤال اللي احنا كنشوفوا دابا في تويتر وهادشي، هذا سؤال عبات ولا السؤال عبات عبات ولا لا، كندوي على السؤال ديال المذاكرة وفي موضع وكيف كنقول في موضع اللي مقصود منه، مقصود منه اعطيني، مقصود منه محتاج. إذا وريني شي مرات تسأل ولا لا، قاري راه عندها الماستر، قاري أنا الدكتور، ما عندكش خبرة، عندك ما عندك دكتوريه ما عندكش خبره، صافي غير عندك ما عندك دكتوراه كفاتك، خصك الخبره. خبره تجربه فشل، تجربه فشل، تجربه فشل، تصحح السيد ولا كعرف. غتقدر تسول لها بيع واش الراي ناجح ولا ما عندوش ماستر دكتور، وتقول له عافاك سي الحاج اشرح لي هذه قدام الوليدات وبعفويه. تقدر الشيء اللي درتو المجامله هنا وصنعته راه ما خدامش. كيعرف الدري تكون ديك تلقائية. ثم صعوبة الخطورة انتقاد. ومن اللي انت كتفهم عليا في امور الدراري وكتفهم عليا في كوزينة واجي قابلها ثالث. ها اغلبية الاجوبة اللي كيعيشوا في البيوت. يجي هو تيقول لها وراه هاد الماكلة اللي ما كتحطيها باردة ولا وطيبتيها زوينة وباردة، ومن اللي اسيدي ما عجبكش هكايا واجي طيبها ثالث. احنا الانتقاد نقير لا؟ لا انتقاد. بغينا نلقيو بعضنا البعض. ياك شتي علاش في عملنا في ميد راديو شحال كنجلسوا خارج الاستوديو، شحال كنتكلموا مع بعضياتنا، شحال كنتحاور مع بعضياتنا باش كنرقيو الحوار، لان خصنا نكونوا في جديد، كاين منافسه، كاين برامج ديال اذاعات اخرين، كاين ناس اخرين، خصنا نطيروا ما يلحقش لينا والله لا شدنا. اذا باش غادي نخلي ما يلحقش لينا؟ الاجتهاد والنقد البناء ودخل فيا ودخل فيك ونثقلوا. اما اذا نعسنا تكينا انت عارف وانا عارف زعما وانت كتعرف وانا كنعرف، نخرج راسنا. لا اسيدي انا ما عارفش، شكون اللي قال كنعرف؟ انا كنكتب، انا كنبحث، انا كنقاد، كنجنب. وانت كتقيد السؤال وكتجي كتقول لي السؤال عافاك، كنقول لها فيه جوج فروع وكتخرج فرع ثاني وشويه كتقول لي استاذ بان لي فرع اخر، كتوري لي يلا بالك قيد هذاك على سيدي بالتعبير المستمع. اجتهادنا وتعبنا راه بالنقد. اذا عافاك الشريفه راه ديما كتحطي كتعبر ليش بجهودي ولدي ما كنضل كل سبعه دراري وكنضل انت كتقد ليا. ها رد فعل الاول، رد فعل الثاني يعرف يهضر، انا طيب الراس ولا لا؟ ها الثاني، لا الاول صحيح ولا الثاني صحيح. علاش؟ لان سيدنا رسول الله قال لنا مفتاح الجنه شنو هو؟ هو حسن الظن في الله وحسن الظن في العبد، ما بالك بالزوج، ما بالك بالزوجه. كذلك هي كتقول له هو فلان، وانت كتجيب كذا وكتجيب كذا وكتجيب كذا وكتخلط هذه مع هذه كتخسر. ها تعال عيني غتعرف يا ودي راك اللوحه، انت راه كتعرف تقدا وانا راك اللوحه،
ولا كتمشي حاجه في الزبل يا سيدي. قال لك باغي تشري حويجات وكذا وكذا وعاود سولني حيت راه انت ديك ما شريتي الحوايج الدراري واسبوع من بعد المكازا داروا صول واحد هو خطر انت اللي ضيعتي فلوسك شتي سي الخطر. اما يقولها الله يا لله بصح اه عرفت اياه عندك حق هو على معلمه اطفال بالك الدري كيشوف الام كطرح السؤال باريحيه الاب كيتقبل كيتقبل عافاك فلان وانت كتعرف في مسائل الطير وفي كذا انا راه كنظن حاصله ما بين الدراري ما نعرف نراجع مع هذا ونتعصب مع هذا ونحصل مع هذا في الكوزينه ونحصل في القضيه وكننسى وكندوخ وتبدا نخربق واش كاين شي طريقه باش عافاك فلان وانت يا كذا هو عاوزاني واش شريفه وانت كتعرفي كذا وكذا ولا خويك راه كيضلل تالف واش تقدري توريني شحال اللي تخيل وصل لهذا المستوى هذا عندنا حنا في مجتمعنا هذا البنيه ديال الطفل غتولي سليمه وكذا اذا كنقولوا صاحب الخالو راه ساهله تقولها وحنا بغيناك تبدلو والله ما يتبدل لك الا اعتمدتي على اقوالك تغير حالك هذا هو اللي كنقولوا للناس تربيه بالحال ماشي تربيه الاقوال وبغيتي تقراوها عند كارل يونغ سيرو عنده لانفون s'il faut complètement de vous dire ce qui l'intéresse ce que vous faites باش بغيت نقولها لكم الفكر الاسلامي حنا قلناها لكم العلماء نقولوها لكم بالديمونستراسيون نقولوها لكم باش ما بغيتو اذا هذاك الطفل السلس السهل راح يتمو سهله مع باه وباه سهل مع عمو تكلم معاه يسمع ليها دو ايدوي معاه تسمع ليه ومخرجين لا كوفرونس هذيك لا فونكسيون دو كوفرونس هذيك الغشاوه مخرجينها Elle n'est pas focalisée sur la jouissance. Et quand tu as à la jouissance, raconte surtout une violence symbolique. Il y a un algorithme. Je ne te reconnais dans cette fonction que si tu parviens à me faire jouir. Je ne t'entends et je ne te permets l'accès à l'espace d'énoncer ton discours que si tu me fais jouir. N'y a pas. إذا نرجعوا نسقوا المكالمات ديالكم مستمعينا الكرام على أرقامنا 052-72-50-51 أو 52. نمشيو مباشرة المكالمة من حنان. السلام عليكم حنان من مدينة سيدنا البيضاء. السلام ورحمة الله. السلام عليكم سيد. مرحبا لله مرحبا لله. فرحانة بزاف إني كنهضر مع البروفيسور يعني عظيم الله يحفظك لا 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 أنا غادر ويجي الله يخليك لا 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 ما كاينش بحالك لا 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 الله يكبر بك أختي تفضل أختي حنان. بروفيسور كنت كنعيط هاد الأيامات كنت باغا نهضر معك على واحد بنتي صغيرة حيت كنت ديجا هضرت معك هادي شي 6 شهور كنت باغا نفطمها ولكن دابا ما بغيتش نهضر على على بنتي بغيت نهضر على واحد الصديقة عزيزة عليا بزاف وكتمر بواحد المشاكل هاد الايامات اللي زعما لا حول ولا قوه وما تستاهلش وحده اللي طيبه بزاف وهي عندها في عمرها تكون عندها 28 وكانت هذه 7 شهور تزوجات بواحد صغر منها وماشي بنفس المستوى هي عندها باك بليس 2 هو راه عنده يعني ميم 4 ايام هي كيخدم عادي مع ذلك بانها قبلات بي وهي يعني عايشه في واحد المستوى اللي مزيان يعني عائلتها الحمد لله ميسوره نزلات يعني عاشت معاه في العروبيه مع عائلته وهو خدام في واحد المدينه اخرى يعني كيجي مره كيجي ويرجع يعني هذا من 7 شهور ودابا وحملات ولدات بنت سباعيه وعندها مشاكل معاه بزاف لدرجه بانها كتولد كانت في الانعاش يعني كانت غتموت وما جاش شافها يعني واكتشفت عليه بزاف الحوايج كتشفت عليه قالت لك سيفيه واحد الانسانه اللي ما عمرها عرفت شي تجربه اللي ما عمرها انسانه بيضة هكا يعني قلبها ما كايناش شي حاجه بيضة لله لا والو المهم يعني بيضة حيت مدوزه جافي لبرا اما الداخل والله الا بحاله نقول لك راه بحاله حيت ملي كتلقى واحد البنت جميله خارجه من عائله غزاله ومصاحبه مع ام بروكسانيت ها هما راه كاينين ها هما غتشوفوا هذوك النساء اللي كيكون منهم عاهرات بائعات الهواء وكتلقى وحده كتقول لك تنشبات ما معنى تنشبات؟ تنشبات انها مصاحبه معاه كيعنفها وتيضربها وكتمشي تزني وتجيب ليه فلوس هذه منشوبه ابدا هذه كانت رافضه لصيغه الطاعه الصالحه كاين صيغة الطاعة الصالحة وكاين صيغة الطاعة الطالحة
شتي اللي رفض صيغه الطاعه الصالحه يطيح في صيغه الطاعه الطالحه، وشتي ملي كيطيح في صيغه الطاعه الطالحه نفسه مع كان عندها خصاص في صيغه الطاعه الصالحه خصاص، فكتبدا ترضع هذيك الطاعه الطالحه وكتعذب، فكيبدا يشكي الشخص وكيويل، ولاني راه هو اللي طيح نفسه. من اي ناحيه؟ ماشي من ناحيه الظاهر، ناحيه الباطن. ناحيه الظاهر راه كانت انسانه طيبه مزيانه كذا. تفضل اختي، فاش نقدر نساعدك على حنا؟ دابا انايا بغيت دابا هي واقفه على الطلاق، وحنا كنا كنقول لها ما كاينلاش ترجعي لي، واش هاد المشاكل ودارت لقات عليه الخيانه ولا مصروف كيصرف عليها؟ دابا با اللي كيصرف عليها لان البنت باقا في لوبيتال في القرعه، يعني هي لي المصاريف كامل من عنده هو. دابا كيقول لها بان تسمح لي وترجع لي، ولكن ما هذه انا كصديقه بغيتي كيفاش ننصحها؟ بغيتي كيفاش نقول لها زعما باش حيت هي عرفت بان الخطا دات وبان تنازلت بزاف، وهالنتيجه هي عرفت بان الخطا ديالها هي، لان احنا في الاول قلنا لها السيد راه ما صالحش لك، لان بجميع المقاييس راه ما كاينش زعما شي نقطه مشتركه بيناتكم. لا لا حاجه، إذا سمحتي أستاذ سمعنا دابا الحن نجاوبها من بعد الفاصل. مرحبا. إذا الفاصل مستمعينا الكرام ونرجو نواصل معكم. أنتم دائما في الاستماع لإذاعة تلميذ راديو الإذاعة القريبة منكم وبرنامج مع المحلل. أستاذ قبل الفاصل كانت معنا حنان من كازا اللي حكت لنا القصة ديال الصديقة ديال اللي عندها 28 سنة، تزوجات برجل اللي على مستوى تعليمي بسيط، ادها البادية إلى غير ذلك. حنا أنت القصة راه سجلتيها في دماغك أستاذ، قلتي لها بأن كاين المسألة ديال الطاعة الصالحة والطاعة الفاسدة طالحة أو الطالحة، باش نعرفوا أستاذ نفوسنا أننا في صيغة الطاعة الصالحة. بزاف الناس في تمثلهم البسيط كيظن ان الطاعه هي نعم بابا نعم ماما، ما يديرش خايب، ما يديرش شي حاجه ما مزياناش، نعم يعني يكون في نعم. نعم. هذه راه بناء الاساس الاولي للطاعه، هذا راه البنيه ديالو. ثم غتكتسب تجربه وغتكتسب معرفه، غتاسس لك صيغه الانا ديالك وغتاسس لك صيغه ديال التمثلات الفكريه ديالك، وغتعطيك واحد الصيغه ديال القوه واليقين النسبي. لا كيستيون دو لا سيرتيتود غولاتيف. يعني الانسان كيحس بان عنده الحق في هذه، هو على صواب، هو على صواب، هو على حق، هو على صواب. ثم غادي عمره ما غيلقى شي اشخاص اللي غيخترقوا الصواب. هذا هو اللي عندنا في سوره الكهف. سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام نبي، وماشي ايها نبي. نبي غيتكلم معه الله. كليم الله، الخاصية ديال خير كليم الله. سمعتي صوت الله السي؟ راه كليم الله راه كتب ليه الأقلام الربانية، كتبت الألواح، ها راه مقام واش من مقام. إذا هو على يقين، هو يرسل الله لسيدنا خضر، قال لي أنت على يقين صافي. واش نشوف هذا يتبعني عبد من عبد، لا رسول الله عبد من عبادنا، ما هو نبي ماذا هو يحمقه. إذا ملي كلام الله اللي حملت يده الألواح اللي كتبوها الأقلام الربانية وما بقاش على يقين، أنت تقدر تقول أنا على يقين بشي حاجة. إذا خصك كل ما دركتي في واحد العلم، واحد التمكن في نفسيتك وفي شخصيتك أنك على يقين، انتظر انتظر غيجيك شي واحد يوريك البلاصة اللي أنت ما فيهاش على يقين، انتظر. ولا ربي ما جابوش لك عرفوا راه امتلك بالغرور، ولا ربي جابو لك طلب الله يثبتك مع هذاك، طلب الله ثبات من اللي نزل عليك هذاك، حيت راه هو الصالحين كيدورهم سيدي ربي في البحر ديالو كيدورهم. وكتكون انت في واحد مكتب دراسات، وكتكون انت في واحد البيت الزوجيه، وكتكون مرة ناجحه مع ولادها وناجحه في ترتيباتها وكذا وكذا وكذا، ها كيتم غدا ديك طالع هذاك البيراميدال غدا 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 غدا، وغيتلقى واحد جوج خطوط بحال كاشتي لا فورس انتيليكتويال، غتم جايه مع لا غوبريزونطاسيون دو سوا ميم، ويدير طاق وغتصل البيراميد. علاش هما داروا الفراعنه البيراميد؟ لان فرعون كان على يقين، كان على يقين بانه هو رب رب العباد. هو ينزل عليه موسى اللي سير وري بانه ماشي راه ماشي على يقين. الى الوقيته اللي كيتم جايك الصالحين ويدير لك بهذاك السهم ديالو طاق، فين غيضربك؟ غيضربك في الجهل اللي انت ما عارفش. اول رد فعل كيقولوا العباد
إلا ما انتش على حق. ها هي هنا كنسألوا الطاعة، لأن الطاعة ميثاق المؤمنين في سورة البقرة مكتوبة، وقالوا سمعنا وأطعنا، ما قالش لينا سمعنا وفكرنا وحللنا. السمع يعني السمع وطاعة. شتي المؤمن طاعة الصالحة يسمع وينظر إلى حالك، من أنت الذي تخاطبني؟ أنت من الصالحين، فكيف أتردد؟ أقول نعم لأنعم بصلاحك ما لا أدرك الآن، لعلي يفتح الله علي بصيرتي فأدرك ما لا أدرك الآن. شطاعة صالحة هو غير يجي ضربك. واحد الملاحظة اللي الجو ديالها وحالها مر، غير يزعزعك، غير يخلخلك، غير يرونك، وانت غتقول شنو قصده؟ شنو قصده؟ يروني يزعزعني؟ إنه من الصالحين، إنها من الصالحات. ما فهمتش، ما دركتش، ولأن ميثاقنا سمعنا وأطعنا. إذا خصني نقول له نعم نعم سيدي، شنو بغيتي ندير في هادي؟ نبدلها، ندير كذا، إيه أنا راه ما فاهمش، وأنا راه ما عارفش، والله تعال نطبق وغنخضع. شتي الطاعة، الطاعة الصالحة. أما هذيك الطفلة وهذاك الطفل اللي كان مع مو باه في الطاعة الصالحة، نعم بابا، نعم ماما، فيأخذهم عنعنة بديهية، هذيك راه البريمير، هذيك راه الابتدائي هذا. وترى طلعتي للمستويات العليا وبقيتي واخد ليا المرجعيه ديال الطبعه ديال امك وباك. اذا ملي انت جاب لك ربي واحد الصالح للدار، وانت جاب لك واحد الصالح للبيت، وكتشوف الراجل اللي باتي يبيع في البورصه في الاورديناتور، الفجر يبيع في البورصه في الاورديناتور، خارج العطله يبيع في البورصه، يا سيدي يا حبيبي يا راجل افلان احبس، على الاخر ندير شي ولي الدراري راه عندنا الملايير يا سيدي وتحبس، على الاخر عليك حق. عشتي طبعا ما كيسمعش ليها، لان كيدير واحد عايبني 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 يا سيدي تمت في السيمة، واحد عاطر وكاع غادي غادي، واحد النهار تمشي لي مخو مابقاش عارف راسو فين دارو كاع. واحد النهار عندي واحد السيد تخيل مرته وولاده في مدينة، وتمحات ليه من الذاكرة انهم زوجوا عنده ولاد، مشى لمدينة اخرى وخطب وتزوج، وما واعيش. وبعد ما تزوج ودار الدخلة وسكن مع ذاك السيدة، المرأة الاخرى جاي تقلب على رجلها، قلت عنده ذاك الياف لان انا مرتك، قلت شكون عارفك؟ تخيل عمك تشوف دماغك تحسحات له هذيك التمحه، التمحه التمحه والتمحه التمحه. اولي انا مزوج وهادو راه ولاد، اولي لولادي. فقدان جزئي للذاكره، ترى ماشي جزئي ترى كلي. كلي كلي. والمره الاخرى سحبته دار التعدد، هو ما دارش التعدد، والمسطره في الزواج من خبلا خبطه. تخيل رويله السيد عايش بعد ما مشى كيطلق في هذيك اللي تزوج ثانيه وعطاها مسكين فلوس كيعتذر ليها ورجع لمرته، بقى كيقلب يقلب يقلب، مشى لها نعطي واحد النرويج عندي. شنو طرا لي حتى تولي شاكر؟ اش قلت لي انا؟ فنسوا الله كمل فانساهم انفسهم. قلت لها عمرك ذكرتي الله؟ الناس كتحاول تذكر الله هو تقول لا اله الا الله لا اله الا الله، ويلي هذاك راه بحال الطيور. راه حتى الزوج كيدير لا اله الا الله، تا هو كيقولها. تذكر الله هي واش هادي غتزيدني ايمان ولا ما غتزيدنيش ايمان؟ غادي ندير هذا الفعل غيزيدني ايمان نزيد ليه، غندير هذا الفعل ما غيزيدنيش ايمان ما نزيدش. تما خصك تذكر الله. واش غير دابا سول صحاب البيع والشراء وصحاب صحاب كذا واش كيذكر الله واش اللي غتزيدو ايمان ما غاديش ايمان؟ لا معاملات. لا وتقول لا وتقول هذه غتزيدني ريالات، هذه غتزيدني دريهمات. شتي شتي الطاعه الصالحه فين كاينه؟ فغيجيك الصالح وغادي يشق هذيك اليقين النسبي اللي حتى هو ما كانش كيقول صاحبه انه يقين نسبي، كان تيقول يقين ثابت. فاش كيصيغ ليه ربي؟ كيصيغ ليه ربي واحد المشكله ما كيقدش عليها باليقين الثابت ديالو، ياك انت عندك يقين ثابت وفوق هذيك الحريه. كيبقى يدار معايا يدار معايا يدار معايا يدار معايا وي رزق عيا رزق، اش كيقول؟ كيسبها في الاخر، والله الا الفلطه تعاد بض حرام، والله الا الفلطه تعاد بض حرام، والله الا الفلطه سي كيتملص كيلوح على الاخر. هادو راه فالحين في العرض، لا بروجيكسيون سوغ لوطخ، فالحين فيها. سي با لا فوت انو، سي لا فوت هذا، سي لا فوت هذا، المجتمع فاسد، سي لا فوت هذا، لا سي لا فوت هذا، لا سي لا فوت مخك اللي ما قدرتش تصيغ محاولات جديده وتواضع وتطلب السؤال. اذا دابا هنا صاحبة حنان، صاحبة حنان. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بأن لا نيأس من تحويل وتغيير الناس، لا نيأس. 20 سنة هو في القوم ديالو تغير وما تابعوا إلا قليل،
لا نيأس، ما كان يأسوش، ما كان يقولش هذا ما صالحش، ما عمره ما غيتبدل، ما عمره ما غيكون فيه خير، عندك تيأسو من هذا التحويل، قام تشبتين به، والله تيجعل فيها ربي خير. فاش خطأت دابا شتي في النية ديالها، راها صاحبة لحنا في نيتها مزيانة، غير هي ما عارفة والو، واللي ما عارفش ما كيصوبش، خصو ما خلوش يصوب، تعرف. يقول سيدنا علي: رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاتبعه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك طالب علم فعلموه، ورجل لا يدري لا يدري ولا يدري أنه لا يدري ولا لا ويدري أنه لا يدري جاهل فذلك جاهل فاجتنبوه فاجتنبوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك غافل فنبهوه. إذن دابا هي في هي فتدري ولا تدري أنها تدري، ولا لا تدري، لا تدري ولا تدري أنها لا تدري، ثلاثة دلائل. هي لا تدري ولا تدري أنها لا تدري، إذن هي غافلة خاصة لنبوها، إذن هي غافلة خاصة لنبوها. وهذا الشيء اللي بغات حابين دابا بغا ينبوها كصديقة. إذن دابا هنا طفل كاين ولدات منه، كيف خاصها دير العملية؟ يا سيدي قبل نزوج بك ولا كنمسكوش معك في العربية، أنا في المدينة مول في الترامواي مول في الطوبيس مول في الطاكسي مول في واش أنا نقد على العربية؟ ما نقدش على العربية، العربية باش ندوزو بها السلحد. حوت هاد البحر خصها البحر، حوت هاد الواد خصها الواد، حوت هاد الواد راه كاط هبط البحر مرة مرة وطلع، والحوت هاد البحر راه كاط طلع الواد عاود ترجع، ولكن فين المسكن ديالها وفين كتعيش فين كاينة؟ راه في البحر، البحر الواد الواد، هذاك طيب يبيض في البحر والاخر طيب يبيض في الواد، ولكن راه اللي بيض في الواد كيعاود يهبط البحر، ولا بيض في البحر كيعاود يتقاد في الواد وعاود يهبط، هاكا كاين تلاقح. ولكن باش تجعل موقعك في واحد المكان هذا من السذاجة انك تغلط في نفسك. انا مول في الدار البيضاء ما نقدرش نعيش في مدينة غير الدار البيضاء، مول في المدن الكبار، نمشي للمدن الصغار في المغرب نزورهم نزور ولادي كلشي، ولكن ما كنتضير خصني نرجع للدار البيضاء، خصني الوسع ديالي والتساع ديالي. طيب حنا كنقول لك باش ننصح انا الصديقة ديالي، هي واقفة نصحها لا ما تطلقش، لا ما تطلقش، لا راه ماشي كانت تسكر ومشات عنده مقلوبة، راه كانت واعية. إذا خصها تحول نفسها باش يتحول معاه. يلمو الشمل وي حيت ملي كتمشي أنت عند واحد للبادية وهو ما كاينش في الدار وتساكن مع عمو، شنو غادي يعني ليه المعنى عنده هو في عقله؟ والعقل اللي أصلا هو ما عندوش الدريان ديالو، ما عندوش لا يدري راجل هذا بلا يدري جاهل. شنو غادي لا ما قلناش جاهل، ما ديرش لي السمية طيب لا نعرف نسمي صح، لا يدري لا يدري لا يدري كنعرف نسمي طيب انا راني انا راني قام وصاك عارف صاحبي شتي لما درت السمية ما ديرهاش بزاف خلي لي بوانتي حيت لا فرق تقول لا يدري تقول جاهل لا لا يدري فراغ يستقر فيه المعلومة، اما جاهل راه عنده معلومة راه عمرتي البلاصة لا رد الله يعطيك الصحة. اذا هنا عندنا واحد البلاصة هي شنو كتعني له مشيتي سكرتي في البادية مع عمو وهو ما عندوش مستوى فكري يفهمها في الرفاعيه ديالها، غيفهم بانه قمر زمانه، فملي تغر راه بسببها هي اللي جلاته يتغر، اما لا خلاته يعيش يعرف قيمتها. انا غنزوج بك ونبقى عند با، وانت تجي تخدم في الدار البيضاء وتجي عند با، وملي تخدم وانت عند با معنا في الدار ودير دويره ونمشي نشوف الدويره كتاتت ونجي معك الدويره ديالك العريك شي كان خصها دير العكس، كان خصها هي ترقيه تكون سبب في الترقيه ديالو، بحال الصحابيات ملي تزوجوا وسلموا ورجالهم باقي ما سلموش، والدين معاهم اش داروا؟ تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وبقوا مع رجالتهم، تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وداو دري معاهم، وكتهضر مع رجلهم وكتعاشروش الفراش، قالت لي حرام عليك انا حرام عليك حتى تسلم. فملي سلمات واحد الصحابيه رجلها وصل الخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هاني انها اخذت اغلى مهر على على في الكون اللي هو الاسلام. شكرا لك استاذ مامون الدريبي على هذه الايضاحات، كنشكروا مجدولي على ما ادريسي اللي رافقتنا في اخراج هذه الحلقه. اذا وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم مع المحلل، نضربوا لكم موعد الاسبوع المقبل، هذا جواد الطاهري كيحييكم، السلام عليكم.
مع المحلل، برنامج أسبوعي كل يوم سبت صباحا كان يهتموا فيه بالصحة النفسية للطفل والأسرة، رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس مامون مبارك الدريبي. مع المحلل ابتداء من 10 صباحا على ميد راديو، الإذاعة القريبة منكم.